طيب المحاضرة ديت هنتكلم فيها عن السكادا وفي وقت هنخص في الدي سي اس. اوكي السكادا اختصار ايه يا جماعه؟ سوبرفايزر كنترول اند داتا اكوزيشن. سوبرفايزر كنترول اند داتا اكوزيشن. لو جينا احنا اتكلمنا خدنا كذا محاضره اتكلمنا فيها عن الاوتوميشن، اتكلمنا فيها عن الليفرج بتاعت الاوتوميشن، اتكلمنا فيها عن الري الهارد وايرد ري لوجيك دايجرام، واتكلمنا خدنا كذا محاضره اتكلمنا فيها عن البي اي سي والبروجرامنج لانجويج، اتكلمنا عن تقريبا اربع لغات من الخمس لغات بتاعت البي اي سي صح؟ ومين يكون ركزنا على لغتين هما كانوا مين وايه؟ الادر دايجرام والفانكشن بلوك دايجرام. ايه هذا دايجرام وفانكشن بلوك دايجرام. لو جينا نبص على البي اي سي اركتيتشر هيلاقي ان انا عندي في حاله وانا شغال مديول تايب هيلاقي ان انواع المديولز اللي ممكن تكون في بي اي سي في انالوج انبوت اوتبوت مديول، ديجيتال انبوت اوتبوت مديول، ديجيتال باكس كاونتر لو انا عاوز اضيف مديولز خاصه بالكاونتر، هيلاقي في عندي مديولز خاصه بالكوميونيكيشن مديولز انها تساعدني ان انا كوميونيكيت ما بين ديفايس والبي اي سي تمام. الكوميونيكيشن بروتوكولز اللي ممكن تستعمل مع بي اي سي في عندي البروفي باس، في مود باس، في ديفايس نت، في ايثرنت، في البروفي نت، في هارت، في الفيد باس. كل دي كوميونيكيشن بروتوكولز دي بتساعدني ان انا اكوميونيكيت ما بين ديفايس والتاني وانقل داتا ما بينهم. فلو جيت ادي البي اي سي بتاعي، ادي الكنترولر هو ده البي اي سي، في مديوز هنا يكبر، المديوز ده ايه؟ ديجيتال انبوت. ديجيتال انبوت، فده بيخص عليه ديجيتال انبوت، ممكن يكون هنا بوش بوتون او سويتش او يميت سويتش او بروكسيميتي سويتش، اي حاجه بتدي ديجيتال انبوت تمام. فده هنا ممكن ستارت او ستوب بوتون او يميت سويتشات بروكسيميتي سويتشز وهكذا. في عندي هنا ديجيتال اوتبوت، الديجيتال اوتبوت ده هيركب عليه ايه؟ حاجه بتشتغل يا اون يا اوف صح؟ ممكن هيركب عليه كونتاكتور، ممكن هيركب عليه ري، ممكن هيركب عليه سينويد بس الباور بتاعته تكون صغننه يشتغل كاون اوف، ممكن هيركب عليه موتور يشتغل كاون اوف. هي عندي هنا الميديو ده عباره عن ايه؟ الاي اي ده عباره عن ايه يا جماعه؟ الانالوج انبوت. انالوج انبوت، فده ممكن يركب عليه سنسورز تكون الاوتبوت بتاعتها انالوج سواء كارنت او فولت صح؟ حسب طبيعه الميديو بتاع انبوت اوتبوت، فممكن يركب عليه تمبريتشر سنسور، ممكن يركب عليه ايفي سنسور، ممكن يركب عليه فايبريشن سنسور، فيو سنسور، وات ايفر. اي سنسور السيجنال بتاعته بتبقى اوتبوت. هنا الدي بي ده اختصار ايه من انواع الميديوز دي؟ ديجيتال بولس، ديجيتال بولس كاونتر. اما احنا حتى كنا اتكلمنا من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها ان انا ممكن يكون استعمل هاي فريكوينسي ميديول ان هو يساعدني ان هو يقرا السيجنال اي بيكون مثلا السيجنال بتاعتها هاي فريكوينسي. فهنا هيلاقي مثلا موصل بيه مين؟ حاطط موتور وموصل بالموتور مين؟ انكودر. مركب incremental encoder تمام. incremental encoder ده بيدي بارسات، فهو عاوز يكاونت كبارسات، والبارسات دي كل ما سرعه الموتور تزيد كل ما الفريكوينسي بتاع البارسات دي ما هي هتزيد، وبالتالي هنا ممكن نستعمل هاي فريكوينسي بارس ميديو دوت. هي هنا الميديو ده ايه؟ انالوج انبوت، انالوج اوتبوت. ممكن يطيع منه عيا انفرتر، ممكن يطيع منه عيا درايفر بتاع سيرفو، ممكن يطيع منه عيا
فالف بروبوشنال فالف. يعني ايه كلمه بروبوشنال؟ احنا صرحنا كلمه بروبوشنال لما اتكلمنا عن البي اي دي لو انت فاكرين. ايه مقصود بكلمه بروبوشنال؟ التناسب مع السيجنال اللي جاي له وبيغير من فتحه. تمام. يعني الاوتبوت هو بيتناسب مع السيجنال اللي جاي. اوتبوت هيتضيف في فاكتور الانبوت اما يخص يضيف في فاكتور يديني اوتبوت صح. وبالتالي العلاقه لو جيت ارسم العلاقه ما بين الاوتبوت والانبوت من البروبوشنال او ده انبوت وده اوتبوت ايه يا رقم كده بروبوشن كل ما الانبوت يزيد الاوتبوت هيزيد. وخدنا احنا محاضره عن انواع الفالفات وانواع ان الفالفات ممكن تكون اكونترولها مانيوال او ممكن اكونترولها عن طريق موتور عن طريق سيونويد عن طريق كنترولر ممكن تكونترولها عن طريق اسارات هواء صح يا جماعه يا غير طبعا في فالفات الهيدروليك الهيدروليك في اون اوف في بروبوشنال غير فالفات النيوماتيك وفي فالفات العاديه بتاعت الستيم والميه والكلام ده كله. فاحنا كنا خدنا محاضره اتكلمنا فيها عن الفالفات ايه اللي بتستخدم في الاندستري والبروسيس والفالفات بتاعت الستيم والميه وبتنقل فيهم. هيلاقي هنا ممكن يكون في كوميونيكيشن مديول. هيلاقي هنا حاطط مديول. المديول ده ايه؟ بيساعد انه يكومينيكيت ما بين مجموعة الاجهزة اللي في الفيلد ده الفيلد ليفل اللي هو موجود على المكنة نفسها والبي دي سي بتاعنا. فهو هنا مستعمل كومينيكيشن بروتوكول بحيث انه هو يقدر يكومينيكيت مع بقية الاجهزة عن طريق البروفي باس. تمام كده يا جماعة؟ بالتالي هنا ادي الموتور ده عاوز اشغله. الموتور دوت محتاج انفرتر فادي انفرتر او لو ده سيرفو موتور يبقى ده سيرفو درايف. فهنا حاطط عباره عن كوميونيكيشن مديول هو شغال كماستر. تمام. عن طريق البروتوكولز بتاعت النتورك هو ليه كذا سليف. ادي سليف 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 هو بيقرا الداتا من كل السليفز ده وبيمانج وينقلها للكنترولر. ده هو الكوميونيكيشن مديول. هيلاقي هنا السليف الاولاني اللي هو البروف باس ديفايس الاولاني ده مثلا انفرتر او سيرفو درايف بيشغل موتور. هتلاقي هنا البروف باس الثاني دوت ده موتور معايا او ممكن يكون انبوت او اوتبوت واتيفر. يعني ده ممكن يكون ابسولوت انكودر. يعني هو شكله كده كاتب هو كاتب كلمه ابسولوت فشكله كده. هنا ده كان انكريمنت انكودر هنا قالك مثلا ده ابسولوت انكودر. فبينقل الداتا الكنترولر عن طريق بروفي باس وشغال كانه سليف 2. ده هنا الكنترولر لما يجي يكومينيكيت مع ده هيبعت له اشارات وياخد منه اشارات. ده هياخد منه ايات. هنا مجموعة أجهزة بعضها ديجيتال إنبوت وديجيتال أوتبوت وأنا يوج إنبوت موجودة هنا. ده يعتبر هنا السليف رقم 3 مثلا كل واحد منهم مثلا سليف. وبالتالي باستخدام الكوميونيكيشن بروتوكولز أقدر الجهاز بتاعي البي إس إي يكوميونيكيت مع أكتر من ديفايس وينقل الداتا. مظبوط ولا لأ؟ وهيلاقي هنا في فوق هنا ايه؟ HMI. ممكن HMI او ممكن يكون جهاز كمبيوتر بيعمل سوبرفايزي ومونيترينج صح؟ HMI حتة شاشة بيبقى فيها تاتش سكرين بيبقى فيه ان انا ممكن ادخل داتا وفيجواليز داتا. وممكن ان انا لو عندي سيستم ضخم بدل ما يتعمل على حتة HMI تاتش سكرين ممكن اعمله على جهاز كمبيوتر. وفي الحاله دي في سوفت ويرز هنا بيكون السكادا بتاعتي
بيكون في سوفت ويرز بيساعدني ان انا ابني شكل السيستم بتاعي واعمل سوبرفايزر كنترول على الكمبيوتر. في سوفت ويرز كتير موجوده الكلام ده. يعني ممكن اعملها ب اتش ام اي لو الحجم صغير، لكن لو حاجه حجمها كبير بيستخدم جهاز كمبيوتر واندستريال كمبيوتر مني عشان يقدر يستحمل، مش الكمبيوترات عاديه، ان اندستريال كمبيوتر عشان يقدر يستحمل هارس انفايرمنت، يقدر يستحمل الرطوبه والاتربه ودرجات الحراره وهكذا. لو انا جيت ابص في الرسمه دي هنا مستعمل كام بي سي؟ حد يقض عليا مستعمل كام بي سي قدامك؟ واحد هنا 1 بي سي. لو حصل فيا في حاجه منه ايه هيحصل؟ البروسيس بتاعه في داتا بتتنقل من حاجه من دول البروسيس هتقف، البروسيس هتقف. يعني بيسميها سنجل بوينت فيلير، صح؟ يعني ايه كلمه سنجل بوينت فيلير؟ الاكسبريشن ده يعني لو حد عارف كده اهو، افتح كده جوجل واكتب كده سنجل بوينت فيلير وشوف معناها ايه. خطأ في نقطة واحدة. طب وبعدين ايه المشكلة يعني؟ يعني ايه المقصود بإكسبريشن ده؟ حد كده يعمل سيرش عليه؟ وايه الديفينيشن يطير؟ ها محدش كل يوم كسر يخص كده يجوجل ويكتب single point failure ويشوف معناها ايه؟ دكتور معناها ان لو حصل failure في النقطة دي هيحصل انهيار كامل في السيستم. تمام، يعني لو حصل failure في نقطة واحدة ان الداتا اللي بتتنقل دي او الكلام ده كله، السيستم بالكامل يقف، البروسيس بالكامل تقف، صح؟ اوكي؟ طيب طبعا يعني هنرجع تاني النقطة دي كمان شوية. طيب يبقى احنا هنا من الكلام احنا قلناه ده بالاركتيتشر، عندي تحت هنا ده في ديفل اللي هو فيه الدرايفرز السنسورز المواتير كل الحاجات بتاعتنا. فانا عندي ده في ديفل، في ادي الموتور بالدرايفرز بتاعته، في هنا مجموعة كوميونيكيشن ميديوز، في عندي حاجات بتتنقل، هنا عندي الكنترول بتاعي بي سي بتاعي، في عندي اتش ام اي، وفي عندي فوق في المانجمنت هيفي او السوبرفايزر هيفي، عندي سكادا هيفي ان انا اقدر سوبرفايز واعمل مونيتورنج وممكن ابديت بعض الحاجات. فانا عندي في هيفي الكنترول هيفي المانجمنت هيفي، صح كده؟ هنا السنسور والدرايفرز والاكتويتر بيفيد ايفي، هنا البي سي بتاعنا، هنا السكادا سيستم بتاعنا، صح كده؟ وبالتالي لو انا جيت ابص اهو على الاركيتكتشر بتاع البيراميد، عندي هنا الفيد ايفي وده فيه السنسور والاكتويترز وكل الهاردوير، عندي الكنترول يفي وده فيه بي سي او دي سي اس، هنرجع الدي سي اس ونتكلم ايه الفرق ما بين الدي سي اس والبي سي يعني اخر المحاضره كده، وعندي هنا السوبرفايزر يفي اللي هو السكادا، وعندي في البيانينج يفي اتكلمنا عن الحاجات دي قبل كده ام اي اس، وعندي المانجمنت يفي هو الاي ار بي والكلام دوت. ومع التطور وظهور اي او تي وآي آي أو تي، اتكلمنا قبل كده قلنا ايه مقصود بآي آي أو تي، صح؟ آي آي أو تي اختصار ايه؟ Industrial Internet of Things. Industrial Internet of Things. تمام. وبالتالي هنا انا ممكن في OA Industry System
او في المصانع، في اي سيستم، في محطات توليد البترول والتكييف، التكييف بتاع الغاز مثلا او التكييف بتاع البترول، محطات توليد الكهرباء، المصانع. ممكن يكون ان انا استعمل اي او تي واعمل يبقى في عندي هنا اندستريال كلاود بيكويكت الداتا، صح؟ يعني مين اتلاقي اي او تي هيتعامل مع مين؟ هو بيكويكت الداتا من السوبرفايزر ليفل، وممكن يتعامل مع البلاننج ليفل، ويقدر يساعدني ان انا اعمل اوبتمايزيشن للبرودكشن، انتاج، امانج انرجي، امانج مثلا السيفتي اند هيومن افكتفنس، المينتنس، الكواليتي، كل الحاجات دي اقدر اعملها مانجمنت على الهاي ليفل بتاع المانجمنت ليفل اي ار بي مثلا باستخدام اي او تي واي اي او تي. فيبقى كل ده بيكويكت الداتا، بيجمعها من كلاود، بيبتدي يحصل يعملها اكسس، يعملها اناليسيز، يبتدي ياخد ديسيجن. فده الليفلز بتاعت الاوتوميشن بتاعتنا. لكن مني التلاتة ليفل دول هو فاكرين لما جينا اتكلمنا عن اندستري ليفل قلنا ان ده ليفل 0 1 2 3 4 صح؟ مظبوط. مني اللي هو اعتقيني انا يعني مو فاميليار بيه، او يعني هيكون بتعامل معاه اكتر كميكاترونيك. انا طبعا ممكن انفولف في 3 و4 بس ده محتاج سكيلز اعيا يعني، يعني بيخص فيها تخصصات تانية من اندستريال انجينيرنج وكمبيوتر ساينس، و الناس بتوع اندستريال انجينيرنج هم بتوع البرودكشن الانتاج والكلام ده كله، بتوع الميكانيكال برودكشن والحاجات ديت. اعتقد ان انا ليفل 0 و1 و3 دولت البيزك ليفل الاساسيين عندي. لو انا ما عنديش 0 ليفل 0 يعني عندي سنسور ولا فيد ولا سيستم كويس، هيعترف تعمل هيعترف تشتغل في الكنترول ليفل؟ ده حرام، ما ينفعش ان انت تتنقل خطوه لفوق غير ما يقابل منها تكون معموله كويس، صح يا مظبوط. وبالتالي لازم اديزاين البروسيس بتاعي، اديزاين الفيد بالسنسور اختارها صح، بالاكتويتر، بالهاردوير، اديزاين الكنترول سيستم صح واختار الكومبوننت بتاعته صح، وازاي كومينيكيت مع بعض، ازاي هنقل الداتا، عمليه نقل الداتا دي مهمه جدا. بعد كده السوبرفايز ليفل، وبعد كده تنقل ليفلز اللي بعد منها. طيب هنبتدي كده اهوت البي سي، احنا اتكلمنا عنه كتير، فهنتكلم عن الاول باختصار كده اهوت السكادا، تمام؟ وهنتكلم بعد كده على الدي سي اس والفرق ما بين الدي سي اس والبي سي. السكادا ده ليفل تاني لوحده، لكن لو بصيت هنا الحته دي هو حاطط الدي سي اس الديستريبيوتد كنترول سيستم والبي اي سي حاططهم فين؟ مش في نفس ليفل؟ صح يا جماعه، حاططهم في نفس ليفل، حاططهم في الكنترول ليفل. يعني البي اي سي والدي سي اس هنعرف كمان شويه ان انا هقارنهم ببعض، ان ده عباره عن ايه وده عباره عن ايه، وايه الفروقات ما بينهم، وامتى بيستعمل ده وده. طيب السوبرفايزر كنترول سيستم او اسكادا سيستم، ده هنا تخيل كده عندي البروسيس، ده البروسيس عاوز اعمل عليها كنترول، يعني ده فيد يفي يركب على الفيد يفي شويه اكتويتورز على البروسيس بتاعتي، شويه اكتويتورز وشويه سنسورز. يبقى كل ده موجود فين؟ ده في فيد يفي. بعد كده في كنترولر، الكنترولر ده ممكن يكون بي اي سي او دي سي اس او مايكرو كنترولر او كمبيوتر وات ايفر، بينفذ مجموعه كنترول الجوريزمز بيزد على شويه رولز انا مبرمجه عليها، صح؟ او ان ممكن في دي سي اس ان في كنترولرز بتعمل فانكشن معينه وبعملها كونفيجريشن،
وهنا عامل كروس ديوب كنترول. اتكلمنا قبل كده يعني ايه المقصود بالكروس ديوب كنترول، صح يا جماعه؟ وايه المقصود بالفيدباك؟ وبكويكت داتا هنا داخل ASP دي اختصار ايه يا جماعه؟ فاكرين سيت بوينت؟ سيت بوينت. هو هنا ممكن في هنا سوبرفايزر كنترول، في واحد بيدخل هنا السيت بوينت، السيت بوينت بتتنقل بتروح الكنترول وبيعمل مونيتورنج، بياخد القيايات من السنسور. فحاطط هنا ADC. ADC اختصار ايه؟ Analog to Digital Converter. يعني مثلا السنسور ده وهو analog، فعشان يبتدي يعملها مونيتورنج من خلال الكمبيوتر لازم يحولها من analog لديجيتال. فكده هنا عامل SCADA system، عم بيعمل supervisory، صح؟ بيعمل supervising او monitoring الستاتس بتاعت السنسور، الستاتس بتاعت مين، الستاتس بتاعت السنسور بتعبي عن الستاتس بتاعت مين؟ البروسيس. يعني لو في سنسور بتقيس ضغط هيعبي عن الضغط في البروسيس، في سنسور بتقيس فيو هيعبي عن كميه الفيو بتعدي في البروسيس في السيستم، في سنسور بتقيس temperature، في سنسور بتقيس زاويه، في سنسور بتقيس displacement، في سنسور بتقيس كم برودكت عدى من هنا. يبقى دي بتعبي عن الستاتس بتاعت السيستم وبساعد ان انا اعمل مونيتورنج، فبالتالي هي سوبرفايزر. في نفس الوقت يبقى بتساعدني ان انا اعمل سوبرفايزنج، في نفس الوقت بابديت السيت بوينت، صح يا يبقى بتساعدني ان انا اعمل كنترول، في نفس الوقت ما انا عشان اعمل سوبرفايزر وكنترول محتاج اعمل ايه؟ اكواير داتا. ما هو الداتا دي بقى اكواير من هنا، صح؟ اند داتا اكوزيشن، تمام كده يا جماعه؟ بتساعدني ان انا باكواير داتا، تمام؟ اكواير الداتا ديت واخد الداتا دي عندي ابتدي اعملها مونيتورنج، اعملها شويه بروسيسنج، ممكن اعمل عليها شويه حسابات. معايا كده يا جماعه؟ ممكن من السكادا سيستم، تخيل كده عندي خط انتاج في مصنع، ارو حضرتك يا دكتور سامعيني؟ وقت قطع مره، البتاع كان قطع مره واحده، ماشي. فبقولك تخيل كده عندك خط انتاج، خط انتاج ده عاوز اعرف الانتاجيه بتاعته، يبقى عاوز اعرف كم منتج طلع منه، صح؟ او خط بيعبي ازاز ميه، فعاوز فيه سكادا سيستم يقول لي انا عبيت كم ازازه النهارده، وكم ازازه منهم محققين المواصفات بتاعت الكويتي. تخيل كده ان انا ممكن اكون حاطط كاميرا دي مثلا بتشيك بعض الكويتي كريتيريا او منتجات بعبيها بيزد على الوزن، ولو الوزن مش محقق ريكويرمنت معين بعملها ريجكشن ارفضها. اخد الكلام ده كله في سكادا، من خلال سكادا اقدر اعرف اعمل مونيتورنج واقدر اطلع تقارير يوميه عن معدات الانتاج، معدات الكويتي، صح يا جماعه؟ يا مظبوط. يبقى السوبرفايزري كنترول اند داتا اكوزيشن. سوبرفايزري معناها ايه؟ سوبرفايزري مين مونيتورينج انتاير سيستم ثرو GUI. GUI اختصار ايه؟ جرافيكال يوزر انترفيس، صح؟ جرافيكال يوزر انترفيس. هنشوف كمان شويه ايه المقصود بجرافيكال يوزر انترفيس. representing of working status of the entire system. يعني تعال نشوف كده اهو، شايف ده قدامك ده؟ شايف ايه هنا؟ يا جماعه شايف ايه؟
هيدروليك سيستم او نيوماتيك سيستم. ده سيستم تمام. سيستم دوت هيلاقي فيه عندي مجموعه بامبس، مجموعه بريشر فيجي، هنا الضغط بيزيد، في مجموعه بامبات بيجي يخص هنا عايا. السيستم ده بيف كده هوت كانه بيقيب حاجه، بياخدها عايا مجموعه الفيجي ديت ويبتدي يعمل شويه بروسيسنج، صح يا؟ تخيل ان ده السيستم بتاعي هو بيعمل عليه كنترول. هتلاقي هنا ده جرافيكال انترفيس موضح السيستم، صح يا؟ مظبوط. هتلاقي هنا حاطط هنا ايه مكتوب ده؟ الستيت بتاعت الفلو كل هنا صح. هتلاقي هنا في ده بيقول لك ان حاطط هنا فيو سنسور، وفوق منه حاطط الستاتس بتاعت الفيو كام جايون بي مينيت، هنا حاطط بريشر سنسور وكاتب الستاتس بتاع البريشر كام بي اس اي. طبعا كلنا بنعرف نحول من بي اس اي بار، صح؟ هتلاقي هنا البامب دي كاتب لي انها الفيو ريت بتاعها كام جايون بي مينيت. طبعا بتعرف تحول لو انت عاوز من جايون بي مينيت ليتر بي مينيت يعني. وهيلاقي هنا ده حاطط ايه؟ دي مجرد بتعمل مونيتنج. ايوه هنا ده بقدر كنترول، يعني البامب بات عاوز اعملها ستارت ادوس هنا، عاوز اعملها ستوب هدوس هنا، صح يا؟ مظبوط مظبوط. هنا ده بتدخل السيت بوينت كنترول من هنا، السيت بوينت كنترول بتدخل من هنا. فعيا ان انا السيت بوينت كنترول ممكن تخش اوتوماتيك او ممكن اختار من هنا كلمه ايه؟ مانيوال. مانيوال. وهتلاقي لو اخترت مانيوال هتلاقي تحت مكتوب هنا ايه؟ مانيوال سيت بوينت. ان انا احط سيت بوينت مانيوال بايديا، احطه ادخل القيمه بايديا. هيلاقي هنا في الفلتر بتاع البمبات ممكن اكتيفيت عن طريق ستارت او ستوب، وممكن اتحكم في كميه الفلويد بتاع البامب قد ايه، اكتب القيمه هنا وادوس انتر. يبقى الويندو قدامك اولا ده جرافيكال ورق، بجرافيكال برزنتيشن السيستم بتاعي ورق. مظبوط. يعني اوان لو انا شايف عايف هنا، يعني شايف القيم هنا، انا رابطها بان ده يي الفيو في المشروع الفلانيه، يعني انا عارف مكانها فين في السيستم، يا ان الجرافيكال ده بيعبر عن السيستم بتاعي، صح كده يا جماعه؟ وبيعبي عن الستاتس بتاعت الايمنتس الاساسيه انا بقيسها في السيستم عن طريق السنسورز بعد عمليه مونيتورنج، وبيعبي عن ان انا كمان اي حاجات ممكن اعمل عليها كنترول. فده يعتبر سكادا سيستم ويا. مظبوط يا مظبوط. السكادا سيستم ممكن اعمله على اتش ام اي، او ممكن اعمله على كمبيوتر باستخدام سوفت ويرز. في سوفت ويرز مخصوصه للسكادا بتساعدني ان انا ابني حاجات زي كده وابرمجها. يعني واضح قوي كده من الشكل كده، وانت بصيت دي معموله على اتش ام اي وهي معموله على ويندوز، معموله على كمبيوتر. لا معموله كمبيوتر، دي معموله كمبيوتر. ففي سوفت ويرز، في سوفت وير موجوده بتاعت سكادا. تقدر تبني بيها سكادا على الكمبيوتر، واقدر اكومينيكيت مع بي اي سي، واقدر استخدم حاجات كتير. ده هنا معمول على الكمبيوتر برضو ببرنامج اسمه وين سي سي. ده هنا بروسيس قدامنا، صح يا؟ ده جرافيكال يوزر انترفيس يا.
مظبوط خالص. قديم شويه مش سامع جرافيك يوزر انترفيس بس على برنامج قديم شويه او على يعني مش 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 مريح. لا هو عادي الديزاين بتاعه زي الجداد. انت بتعمل ديزاين انت بتعمل ديزاين فانت ممكن تعمله ازاي زي ما انت عاوز. لكن ده برنامج اسمه 1 سي سي لو عملت سيرش عليه هتلاقيه موجود والناس بتستخدمه. في برامج كتير سكادا معايا تمام. فانت يبتبني الكلام ده فانت ممكن انت تخليه شكله شكله بسيط او شكله انت عاوزه انت بتعمله. هتلاقي هنا حاطط مواتير تمام. الموتور ده هتلاقي حاطط هنا ايه مكتوب هنا ايه بيقدر يكونترول الاون واي اوف لكل موتور صح يا مظبوط مظبوط. هتلاقي في ماتيريال بتقع من هنا تقريبا وحاطط هنا زي ايفر سنسور بيقول لي نسبه الماتيريال في كل واحده وهنا عن طريق الموتور ده بيبتدي يخيطهم مع بعض وبعد كده بيعديهم هنا يسخنوا هنا. فهتلاقي هنا وبيعمل مونيتورنج درجات الحراره معايا وممكن درجات الحراره يظبطها او يدخلها ممكن يدخلها اوتوماتيك خيط تتظبط اوتوماتيك او مانوال هو مسميها هاند يعني ده يكتب هنا بتاع هو مستعمل كلمه هاند لكن ممكن واحد تاني يكتبها مانوال. فده انت بتديزاين السيستم ده السكادا بتاعك انت بتديزاين ازاي هبريزنت. فبالتالي السوفت وير يعني وين سي سي ده انا يبقى ابني بيه الكلام ده فاهم قصدي تمام. يعني دايناميك زي اوتوكاد والسوليد وورك والالكترونيك ورك بنش او زي برنامج بروتس ببني عليه السيستم بتاعي ببني عليه الدوائر بتاعتي ببني ده ببني عليه سكادا سيستم اوكي زي HMI ما انت بتبرمجها من خلال لغات من غير سوفت ويرز بتاع الشركات هي بتعمله وممكن تعمل عليه جرافيكا في HMI تبني اسكاي جرافيكا. ده هنا HMI ده هنا برضه سكادا سيستم برضه جرافيكا انترفيس ياسم هنا في بايبنج وفي فيزز موجوده وفي عندي هنا موتور وبامب دوت تمام. وهتلاقي في عندي مجموعه سنسور وبيحس هنا السنسور ده بيقيس الضغط يعني هنا كاتبها بي اس اي ده هنا برضه بيقيس الضغط بي اس اي. هنا بيدخل السيت بوينت وهنا البروسيس فاريبل ده بيؤمن على السيستم. فهنا السيت بوينت بيدخلها بالار بي ام. الانترفيس ده مش حكايه انت بتقول ده قديم ولا جديد ده بناه بناه الشكل ده معايا. واحد عنده سكيلز عاليه فبيبني حاجات بروفيشنال واحد تاني بيبني فده سيستمز فاهم قصدي ده ديزاين سكادا. ده هنا سكادا بتاع خط انتاج معايا واحد فنان سواح عامي وكده في شركات كبيره جدا بتاعي سكادا سيستم بتاعتها حاجات بروفيشنال قوي. هتلاقي هنا ادي خط انتاج بيحط لك ستيتس بتاعت كل واحد ده اوف اون هنا ده وضعه ايه هنا ده مثلا الزرار اهو اللي بتحكم فيه ده ستوب ده وانا عاوز استوب كل حاجه فمن هنا اون واوف. هتلاقي هنا دي سنسورز بيديك ستيتس بتاعت السنسورز وممكن يعمل لك انيميشن يبين لك الحاجه فعلا وهي بتتحرك ويحسب لك البرفورمانس قد ايه الاكشوال برودكشن يقعد يعد لك كمان مثلا بارتات بتعدي فيقعد يعد
فيقول لك ده اكسوال برودكشن كذا. طيب وانا حاطط تارجت ان انا اوصل لكذا، فبيعمل لك مونيتورنج ويقول لك هو كان وصل اكسوال برودكشن 194، رفض منهم كام؟ 5. لو قسمت 5 على 194 تطلع كام؟ حد كده اسمها هي؟ يعني 25% صح؟ ويا كام؟ يعني مش 25، 2.5% تقريبا. 2.5% يعني ده نسبة الايه؟ اكسوال برودكشن يبقى المفروض ازود، يبقى 199 عشان اعرف نسبة الرفض، يبقى ازود على 144 5، يبقى 5 على 199 تطلع كام؟ 2.5 بس يعني كسور اقل شوية برضو يعني. يعني 2.5 تمام، يعني انت بيتكلم ان نسبة القبول في انتاج عنده كام؟ لو 2.5 يبقى كام؟ 96 و 96 وكسور صح؟ مظبوط. و يا و 97 وكسور صح؟ 97.5 يا دكتور. 97.5. طيب هيجي هنا افيبيبيتي، يعني ايه؟ السيستم بتاعي ده ممكن مش شغال باستمرار، عما يكون شويه مثلا لو حصل فيه اعطال بيقف وبعدين يشتغل، يقف ويشتغل، فهو بيقول في نسبه قد ايه كان افيبل من الوقت. الكلام ده كله ممكن امونيتور الكلام ده واقعد اعمل حسابات جوه اسكادا واظهر. يبقى الاسكادا ده في النهايه ممكن اطبع، يعني ممكن اخش هنا من السيتنج او من هنا واطبع تقييم يومي عن الانتاج، والكلام ده كله بيتخزن معايا. الاسكادا ده يا جماعه قلنا ان هو يفي كام في الاوتوميشن لو احنا فاكرين؟ تاني ليفل 2، ليفل 2 يفي 2 صح. هيبقى في ناس يعني بتروح جايه بدل ما تسمي ده زيو فيسموا ده 1 2 3 4 5، بس اغلبيه يا بيسموا يفي او يعني ده زيو، يا ان اي سنسور وسبب ان هو بيسميه زيو، يا ان السنسورز والاكتويتورز لوحدها من غير كنترول مفيش اوتوميشن صح يا مظبوط؟ مظبوط. فبيجي يقول لك خلاص هسميه يفي زيو، يا ان يفي بتاع اوتوميشن صفر. دي حاجات لوحدها كده هو مش هينفع يتعمل فيها اوتوميشن من غير كنترول صح؟ عشان كده تلاقي ان هو في اغلب الناس تلاقي بيسمي ده صفر، يعني مفيش اوتوميشن. ده 1 ده 2 ده 3 ده 4، فاهم كل الكلام ده يا جماعه؟ انا ممكن واحد يبني الكلام دوت اتش ام اي لو السيستم بتاعي بسيط صغير حاجه بسيطه مظبوط كده يا جماعه؟ طب لو السيستم بتاعي فيه حاجات اكبر هيعملوا على ايه؟ هيعملوا على اندستري كمبيوتر. طب لو السيستم فيه حاجات اكبر واكبر بحاجات حجمها ضخم هتلاقيه بقى بيروح يعني يروح غرفه تحكم كاميه فيها شاشات، وبيستعمل في الحاله دي الاسكادا بتبقى مرتبطه اكتر بالدي سي اس الديستريبيوتد كنترول سيستم. يعني هنشوف صور الكلام ده. ده برضو سكادا سيستم هنا تمام. ده هيلاقي هنا ادي البروسيس بتاعته، في هنا حاجه بتخص بتمشي على كونفير بتعدي هنا في شويه بروسيس بتحصل. ده واضح كده ان هو حاجه تبع حديد والصلب، يعني واضح كده انها حاجه تبع الحديد والصلب تمام.
بيسيكت هنا different مود، بيمونيتو شوية بارامتر، حاطت هنا شوية عدلات بتديو indication عن status بتاعتي هنا، مثلا status بتاع الزاوية هنا كاتب انجي، ممكن status بتاعت speed، status بتاع حرارة، status بتاعت الضغط. وبالتالي السكادا سيستم عندي الفيد سايت ده ممكن يكون فيها في بي سي بيتحكم فيه شوية سنسورز واكتويترز، ممكن يكون عندي RTU، RTU دي اختصار ريموت تيرمينال يونت معايا، وممكن يكون عندي انتليجنت الكترونيك ديفايس، كل دي أجهزة موجودة في السايت بتتنقي عن طريق كوميونيكيشن بروتوكولز، ممكن تكون بتتنقي وايرد او وايرلس. يعني تخيل لو غرفة الكنترول روم هو بمونيتور منها والسكادا سيستم موجود فيها كأنه بالظبط كده، تخيل ادي اهي عندي مجموعة شاشات كذا شاشة، تلاقي غرفة حاجة بالشكل ده، حاجة بالشكل ده، مجموعة شاشات ضخمة، الداتا بتتنقل من الفيد هناك، ممكن تتنقل عن طريق نتورك كابيات ماشية أو وايرلس، ممكن حاجات تتنقل من الداتا أو وايرلس أو كذا. دي في أحجام كبيرة، هتلاقي شاشة هي ضخمة جدا عليها هنا مفتوح مجموعة شاشات فيها الدايجرام جرافيكال انترفيس، الدايجرام بتاع كل حتة في محطة، مثلا محطات توليد الكهرباء الضخمة مع الحاجات الخاصة بحقول البترول، حاجات الخاصة بالمصانع الضخمة جدا، مش مكنة بس صغيرة، ده أنا بمونيتور خط إنتاج ضخم مكون أو مصنع كامل فيه عدد ضخم جدا من الماكينات. فهي هنا إن أنا نقي الداتا ممكن تتنقي عن طريق كيبل، ممكن تتنقي وايرلس أو بالساتلايت، يعني ممكن حتى تكون غرفة التحكم ده في مكان تاني بعيد خالص، في مكان تاني هتتنقي الداتا. عشان كده هنا دايما حضرتك إيه موديم وين كارد هو خاص بـ World Area Network موديم عشان يعرف ينقل الداتا. ما بقول لك الكوميونيكيشن بتكون زي هنقل الداتا، ممكن تنقلها وايرد او وايرلس او باستخدام بعض الكوميونيكيشن بروتوكولز. عملية النقل بتاع الداتا دوت دي متعلقة ان انا لازم اكون دايس شوية حاجات خاصة بالنتورك. هيبتدي هنا تروح على كوميونيكيشن راوتر، هو بيجمع الداتا دي، سواء الداتا بقى جايه وايرلس جايه بوايرد جايه واتيفر جايه بايه، بيدخلها على كنترول سيرفر هو السكادا ماستر ايه تيرمينال يونت، ام تي يو اختصار ماستر تيرمينال يونت، وهنا اي اي تي يو دي ريموت تيرمينال يونت. دي ريموت تيرمينال يونت ايه؟ انها عند الفيد، الفيد ده ممكن يكون موقع خاص بموقع بترول او المصنع او واتيفر، ودي في مكان ريموت عن اي اي الكنترول سنتر. اما الماستر تيرمينال يونت دي موجوده فين؟ موجوده في ناحيه الكنترول سنتر، تمام؟ بياخد الداتا دي بيبتدي ينقلها، ممكن يبتدي يعرضها على مجموعه شاشات كذا ورك ستيشن او هيومن ماشين انترفيس او حاجه بالشكل دي، حاجه كبيره قوي ديت زي في الصوره دي معايا. في اي اسئله لغايه هنا؟ من هنا بقى السكادا هو عباره عن كنترول سيستم ذات يوزز كمبيوتر،
استعمل كمبيوتر ونتوركد داتا كوميونيكيشن اند جرافيكال يوزر انترفيس هو جي اي. 4 هاي ليفل بروسيس سوبرفايزري مانجمنت. اني ايفي من الاوتوميشن دوت هو يعتبر هاي ايفي بروسيس سوبرفايزري مانجمنت هو ايفي نمبر 2. But uses ولكن أيضا بيستعمل إيه other devices such as PEC. يعني كمان PEC بيبقى في يفي رقم كاب يفي 1 and discrete BID controller. وممكن يستعمل كمان يبقى في BID modules أو لو أنا بستعمل مع DCS والكلام ده كله يبقى فيها BIDs controller to interface the process. هو process plant موجودة فين؟ أو المسينة إيه؟ دي موجودة في يفي الزيرو. يعني هو يسكادة في يفي 2 فيازم هيكون انكلود عندي يفي الزيرو يفي 1 عشان يفي 2 يقدر يكومينيكيت معاهم ويقدر يعمل سوبرفايزنج ويقدر يعمل مونيترينج. طب يسكادة بتتعامل مع الداتا يبتجمعها دي فين؟ في ريال تايم. يبقى يسكادة هي عبارة عن ريال تايم Industrial Process Control System used to center monitor هو بيستخدمه عشان اعمل monitoring و control remote or local industry equipment. يعني زي ما قلت لك انه ممكن يكون اي control room في مكان تاني بعيد خالص وبالتالي هو بيكنترول وبيمونيتور remotely. ممكن تكون الداتا بتتنقل وايرلس بتتنقل من خلال الانترنت بتتنقل من خلال الستلايت بتتنقل من خلال كابيات الانترنت بتتنقل كذا او ممكن تكون في نفس المكان بتاع المصنع او الكلام ده كله بتتنقل بكيبلز. وممكن تكون لوكال اندستري او ريموت اندستري اكويبمنت. ممكن ابقى اقدر اعمل مونيتنج على مكنه او مواتير في اي مكنه فالفات بامبس ري سنسورز. وبالتالي السكادا سيستم هو عباره عن كومباينيشن ما بين التيريمتري والداتا اكوزيشن. فاكواير داتا اعمل عليها بروسيسنج انقلها من مكان لمكان اقعد اعمل شويه كالكوليشن. طب ايه بحتاج السكادا؟ رقم واحد السكادا بتديني امكانيه ايه؟ The ability to remotely collect different plant data on different places. يعني أنا ممكن SCADA system يساعدني أن أنا أجمع معلومات عن a planet, different plants. عندي كذا مكان في كذا مكان في الكلام ده وأنا عندي center يعني غرفة التحكم مركزية بتمونيتور كذا موقع وبتكويكت الداتا. السكادا سيستم هتساعدني ان انا اعمل كده. رقم 2 the ability to control process from distance. زي ما قلت لك ان انا ممكن انقل الداتا عن طريق وان وايد اير نتورك او ان انا ممكن يكون يوكي او ريموتلي. فحتى لو ريموتلي ما انا بقدر كنترول ريموتلي البروسيس. رقم 3 The ability to create logs and report. كيمنا ان انا ممكن يوميا اطبع تقييم عن حاله الانتاج حاله السيستمز. كم منتج طلع سليم كم منتج طلع بايظ بطريقه الريبورت بيعمل حسابات بطريقه كل حاجه about the system current state and past state. يعني السكادا بتخزن يعني في السكادا سيستم بخزن الهيستوري بتاعتي ايام السابقه والشهور السابقه وبالتالي ممكن اكسس داتا عن حاله السيستم من شهرين تلاته. طيب The ability to send necessary information to engineer and operator in real time using instantaneous messaging and SMS. في بعض السكادا سيستم انا ببرمجها خلي بالك السكادا سيستم انا يبقى ابنيها
وبالتالي انا ممكن اربطها ان هو في بعض الحالات الكريتيكال تبعت مسج او warning message. الابليكيشن بتاع السكادا في باور بلانتس، محطات توليد الكهرباء، محطات الغاز، محطات تكييف بترول، المواقع الخاصه بالفيدز بتاعه استخراج البترول والغاز سواء اوفشور سواء في البحر او في الارض، في البتروكيميكال بلانت، الاندستريال بلانتس، المصانع، مصانع حديد والصلب، مصانع الاغذيه، مصانع الادويه، الاويل اند جاز بايبنج، عمليات نقي الغاز والبترول. بيبقى معمول عليها سكادا سيستم ومونيتورنج، لانه بيبقى خايف انه ممكن يحصل تسريب او يحصل انفجار، فممكن يعمل كنترول عشان السيفتي. في البيلدينج مانجمنت سيستم، حد سمع عن البي ام اس؟ حد منكم سمع عن البي ام اس؟ بيلدينج مانجمنت سيستم، حد سمع عنه؟ لا يا دكتور. هو انتم مع ايه؟ لا ما سمعتش. ده بيبقى اوتوميشن سيستم في سمارت بيلدينج، بيبقى في مباني كامية، بيبقى فيها سنسورز بتحدد امتى تفتح الانوار، امتى تقفل الانوار. يعني مثلا لو في سنسورز بيبقى في المكان، لو شايف ضوء شمس جوه واضاءة واضحة بيقفل اوتوماتيك الانوار. لو يا الدنيا بدأت تضيم وفي موشن سنسور، يا حد بيتحرك جوه، يعني في حد في المكان، بيروح يقيد الانوار لوحده ويشغل التكييف او يقفل التكييف بيزد على درجه الحراره. كلام ويبقى في سكادا سيستم بيعمل مونيتورنج الكلام ده كله، وتقدر تعرف الستاتس بتاعت كل اوضه فيها حد ولا مفيش. على فكره في الكليه عندنا في مبنى في بي ام اس موجود، معرفش عارفين كده ولا لا. لا ما نعرفش بصراحه دكتور. عارفين في مبنى بتاع دكتور تامي النادي، هو في السنتر بتاع دكتور تامي النادي، هو مبنى فايبريشنز يا دكتور. المبنى ده فيه بي ام اس، تقدر تمونيتور وبتقدر تعرف الستاتس بتاعت كل اوضه، وفي رايت سنسور لوحدها. يعني مثلا الانوار، لو حد دخل واتحرك ومفيش اضاءه كافيه في المكان، هنا بتنور لوحدها وهكذا. فده بيبقى ده يعتبر اوتوميشن سيستم. وعندهم سكادا سيستم، بس سيستم بسيط شويه بتاع سكادا عندهم. في الترافيك، وده حاليا كان موجود بقى كتير، وفي مصر حاليا بقى موجود حاليا، الكاميرات اللي بتصور العربيات وبتبعت غرف متابعة أو غرف بتاع إن العربية دي تعدت السرعة، أو لو هو مثلا في الصين بالذات إنه مثلا بيعمل سيرش على عربية عاوز يجيبها ويشوف عدت في أنهي ساعة، فبيجي من خلال الرقم بتاع العربية والكاميرات بيأيدنتيفاي ويروح عنده في غرف متابعة بتتنقل الحاجات دي كلها وايرلس وعنده. فمش حاجات زي كده، ده في سكادا سيستمز. أوكي؟ فهتلاقي في خطوط نقل غاز والبترول، في محطات توليد الكهرباء، في المصانع، اماكن تكييف غاز وتكييف بترول وهكذا. كل دي هيلاقي محتاج سكادا عشان يقدر يعمل سوبرفايزنج عليها. في الصناعات البتروكيميكال زي دي. طيب المكونات بتاع سكادا سيستم من الرسمة اللي احنا قلناها، هي الرسمة دي. ايه عندنا ايه؟
عندنا اي في دي اف انسترومنتيشن اند كنترول ديفايسز. ايه هو اي في دي اف انسترومنتيشن اند كنترول ديفايسز؟ ده بتاع اي في كام؟ زيرو. زيرو هو فيها كل السنسورز والاكتويترز. هو في سنسنج فيابل والكنترولنج اند بروسيس والاكتويتر والكلام ده كله. هيلاقي فيه الريموت تيرمينال يونت اللي هي ديت. ايه ريموت تيرمينال يونت ديت؟ وظيفتها ايه؟ هي بتسند كنترول اند مونيتور داتا. يعني من يعني عندي مثلا بي سي او عندي واتيفر او عندي اي حاجه، هي بتمونيتور الداتا وبتريكورد وبتعمل كنترول وبتبعت الداتا لمين؟ الماستر تيرمينال يونت. يعني الريموت تيرمينال يونت بيبعت الداتا للماستر تيرمينال يونت. طب الماستر تيرمينال يونت هو بيجمع الداتا من كل الريموت تيرمينال يونتس ومن كل بي سي موجوده، ويبتدي يعمل مونيتورنج ليها وبروسيسنج، وبيبعت اي وبياخد الداتا من اي اما يوزر يدخل الداتا على اسكادا او ان هو عاوز يكنترول حاجه معينه، بياخد الداتا دي ويبعتها تاني للريموت تيرمينال يونت. في كوميونيكيشن سيستم، ازاي الداتا دي هتتنقل من ديفايس التاني؟ في كوميونيكيشن سيستمز سواء وايرلس او وايرد او واتيفر، بتنقل ازاي؟ ايه هو الاوبجكتيفز اوف سكادا؟ واحد، ان انا عاوز اعمل مونيتورنج، عاوز اعمل كونتينوس مونيتورنج لبعض البارامتر في السيستم بتاعي زي ضغط، فيو، سبيد، تمبريتشر، عاوز اقيس بعض البارامتر من على البروسيس بتاعتي، عاوز اعمل داتا اكوزيشن، ان انا دايما باكواير داتا، بجمع داتا من الريموت تيرمينال يونتس تمام، وابتدي او اخزنها او اعمل عليها بروسيسنج او اعرضها او واتيفر هعمل عليها ايه. داتا كوميونيكيشن، داتا كوميونيكيشن على الصعيد ان انا الداتا الترانسميشن اند ريسيفنج، عاوز استقبل داتا او انقل داتا، والداتا دي بتتنقل بكميات ان يوز اماونت اوف داتا، عاوز انقلها من الفيد للكنترول ايفي، ومن الكنترول ايفي تتنقل يمين، تتنقل ي اي الكنترول سنتر او هو اسكادا ايفي. بيساعدني اسكادا لان انا بحدد امتى افتح جزء ده امتى اقفل ده، ممكن اغير في الكنترول بارامتر. يبقى اونلاين هير تايم كنترول فور كلوزد لوب اند اوبن لوب بروسيسنج، بيساعدنا مونيتور اميزر اعمل داتا اكوزيشن، ان انا انقل داتا او استقبل داتا، وان انا اعمل كنترول. وظائف سكادا سيستم، ان انا اعمل داتا اكوزيشن، ممكن اعيد اعمل انفورميشن ديسبلاي، اعيد داتا قدامي، يبقى اكواير داتا، اعيد داتا زي ما احنا شفنا في الرسومات كان بيعيد هنا الضغط، يقسم البروسيس بتاعتي ويعيد هنا ضغط ويعيد هنا مش عارف كذا، اقدر اعمل سوبرفايزر كنترول. يعني ايه كلمه سوبرفايزر كنترول؟ كنترولر وظيفته انه بيراقب بالسيستم، لو لقى في اي مشكله ممكن ياخد اكشن ويصايح، يبقى في قاعد اوبريتور او لوحده اوتوماتيك. ارايم بروسيسنج، لو لقى اي ايرور يعمل ارار او يبعت رسايه مسج، بيخزن الداتا. الداتا اللي قلت لك بتتخزن تقاييد بالشهور، واقدر اطبع تقاييد على الستاتس بتاعت الانتاج، الستاتس بتاعت كل جهاز في السيستم. اقدر يعمل كالكوليشن، اقدر يعمل بروسيسنج، اقدر يعمل حاجات كتير جدا بسكادا سيستم. الحاجات دي بعملها ازاي؟ انا ببرمج السكادا سيستم عاوز اعمل بيها ايه؟ اوكي؟ في تولز موجوده بتساعدني ان انا ابني سكادا، يعني فيها فانكشن جاهزة ممكن استخدمها، بس انا يبابني الكلام ده زي بي سي، ما بي سي فيه فانكشن موجودة
فانكشن بتاع التايمر، فانكشن بتاع الكاونتر. لكن انا بستخدم الفانكشنز دي كتول عشان اعمل ايه الاوبجكتيف بتاعي. نفس الكلام الاسكادا سوفت ويرز بتاعت الاسكادا بيبقى فيها دايبي وفيها فانكشنز موجوده، بس انا اللي بستخدم الفانكشن دي وانا اللي ببني حاجات الجرافيكال دي. انا ممكن ابنيها بشكل بروفيشنال او بشكل ابسط معايا. طبعا احنا المحاضره الجايه يعني لو ادينا نخلص الدي سي اس وكده يعني هنتكلم عن حاجه اسمها بي اند اي دي دايجرام، البايبنج اند انستومنتيشن دايجرام، وفي حاجه اسمها بي اف دي هي البروسيس فلو دايجرام. ديت تكنيكس بتستخدم ان انا ازاي بطريقه جرافيكال اعبر عن السيستم، سواء عشان الاسكاده، سواء عشان الصيانه المينتنس، سواء عشان الكوميشننج والتركيب والانستليشن، سواء عشان الديزاين حتى. وانا بديزاين احنا كمهندسين بنتعامل بلغه الياسم، فهنتعرف على الطرق الدايجرامز ديت اللي بتستخدم في الاوتوميشن. معايا كده يا جماعه؟ اوكي كده يا جماعه يا متابعين معايا يا تمام. طيب هنا لو بصيت هنا ادي داش كادا سيستم، وهنا مستعمل دان يوكي اي نتورك، يعني دي اختصار. على فكره الحاجات دي اكسبريشنز دي يعني ايه، لو انت قعدت تقرا في النتورك والكلام ده كله هتعرف في الحاجات ديت. يعني دي اختصار يوكي اي نتورك. ده عندي البروسيس بتاعتي او البيانت فلو اللي هو في عندي كذا بي اي سي موجود، كل بي اي سي بيكونترول مجموعه اجهزه انبوت واوتبوت ديفايس، ممكن تكون اكتويترز سنسورز وهكذا. البي اي سي ده فيه كوميونيكيشن بروتوكول بينقل الداتا عن طريق بعض الكوميونيكيشن بروتوكول ايثرنت سويتش، فممكن يكون بينقلها عن طريق ايثرنت كيبلز مثلا. والايثرنت سويتش ده بين بيكوميونيكيت مع راوتر موجود في الكنترول روم. الكنترول روم دوت فيه سويتش بيعرض على كذا شاشة، ممكن كل شاشة فيه اوبريتور او كده هوت، وفي عندي اسكادا سيرفر او ممكن تكون مجموعه الشاشات ده هو اوبريتور واحد بيمونيتور الكلام ده كله وبيابديت. ممكن ان انا بنقي هنا عامل يوكي اي نتورك في المكان، فده ميني يوكي. ممكن انقي الداتا ريموتلي عن طريق الوان اللي هو الوايد اي نتورك، ففي عندي ريموت تيرمينال يونت، ريموت تيرمينال يونت، قلنا ريموت تيرمينال يونت دي ممكن تكون بي اي سي ايا كان ديفايس كنترولر بتاع، بيكومينيكيت مع راوتر، والراوتر ده بينقي الحاجات دي وايرلس من خلال انترنت اي وايد اي نتورك، بتروح اي ماستر ستيشن او الكنترول روم، ممكن تكون في مكان تاني ريموتلي، وبيبتدي ينقي الداتا برضو عن طريق الراوتر ايثرنت سويتش موجود، وفي عندي اسكادا سيرفر، وعندي اكتر من شاشه او اكتر من اوبريتور بيمونيتور السيستم وبيابديت السيستم وبيشوف اي ستاتس بتاعته. تمام، ده حاجه هيت من اسكاي. هتلاقي هنا ان انا عندي اي بروسيس كبيره، ممكن يكون عندي مجموعة بيانتس في أماكن مختلفة أو في نفس المكان، وبيمونيتور الستيتس بتاعة كل سنسور وكل بروسيس وكل أكتويتور، وبيأبديت وبيطير تقرير والكلام ده كله. هل في أسئلة لغاية هنا؟ دكتور أنا عشان يبقى عندي سكادا مش شرط يكون عندي كذا بي ال سي صح؟ عن الكائن موضوع كذا بي اي سي ده هيعتمد على حجم البروسيس. بمعنى لو البروسيس بتاعتي حجمها كبير جدا وعدد الانبوت اوتبوت مليون كتير، مش هتعرف تعمله بي اي سي واحد. تمام،
تمام؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تاني حاجة إن زي ما هنيجي نتكلم مش فايق ما بين البي سي والديستريبيوتد كنترول سيستم. البي سي هو في غايب كان أول ما بدأ بيكون سنجل بي سي زي ياسمه دي. هنا عندي اتفقنا عندنا كم بي سي؟ واحد. لو حصل فيلير في اي كونكشن او في اي حاجه هنا في البروسيس ايه هيحصل؟ كل حاجه توقف. سنجل بوينت فيلير. عشان كده احنا عاملين الديستريبيوتد كنترول سيستم. اوكي واضحه؟ تمام يا دكتور. فاحنا هنتكلم دلوقتي عن موضوع الديستريبيوتد كنترول سيستم وايه والبي سي. اهو هي جايه البي سي والديستريبيوتد كنترول سيستم. ايه الفرق هنا؟ بص كده ما بين البي سي والديستريبيوتد كنترول سيستم. بص كده على البي سي هنا ده مستعمل ايه موجود عندنا ده اتش ام اي حتى موجود اهو اتش ام اي بتاع شركه سيمنز والبي سي ده كمان بتاع سيمنز. هيلاقي هنا في الفري ديليفري عندي موتور عندي هنا ده درايفر عندي ده هنا ايه ده ايه يا جماعه شايفين ده ايه؟ فالف. فالف واضح قوي من شكله ده كده ان الفالف ده شغال بايه؟ نكبر الزوم كده وانتم مش شايفين دايفرام دايفرام شغال بدايفرام اهو مشكلة هتلاقي هنا شغال بدايفرام وشغال بضغط هواء وفي هنا كنترول موجود عندك هنا اهو شايفه؟ تمام؟ تمام. هتلاقي هنا دي انبوت اوتبوت هتلاقي هنا في مديول دوت اعتقد ده شكله كده بي اي سي تاني بيكومينيكيت مع حاجة بس هتلاقي هنا البي اي سي ده وده ده بيدي ده صح؟ يعني كأنه زود عدد الانبوت اوتبوت انه وصل ده بده مثلا ده بيدي ده وبعد كده ده بيدي هنا. لو حصل فيلر في ايمنت ايه هيحصل السيستم ده كله؟ يعني البروسيس بتاعتي معتمد على شويه حاجات بتحصل ان سيكونس صح؟ لو واحده منهم ما بقتش تبع الداتا ممكن بقيه البروسيس مش عارفه تشتغل صح ولا لا؟ ده هنا مستعمل اسكادا سيستم تمام؟ بنى هنا السيستم بتاعنا وعم يوعي شاشه وبيبتدي طبعا هنا اتش ام اي ده سكادا السكادا طبعا بيبقى يعني حجم السيستم اكبر من اتش ام اي او ممكن ان انا على فكره في سكادا ان انا ممكن اجيب مجموعه اتش ام اي ومجموعه شاشات وعندي هنا البي سي بتاعنا وانا هنا عندي هنا input output module دي واضح قوي انها input output module وعندي هنا مجموعه كذا في بي سي هنا ايه اسمه كم بي سي موجود يعني هنا كم واحد موجود مين بيكومينيكيت وين الداتا مين هو ده وهنا هو ده مظبوط وده واضح ان هو مديوز input output module مظبوط كده يا جماعه مظبوط هنا البتاع ده يعتبر سنجل ايه بوينت فير تعال نبص في الديستريبيوتد كنترول سيستم ديستريبيوتد دي سي اس ديستريبيوتد كنترول سيستم في الديستريبيوتد كنترول سيستم هي ان انا هنا عندي كام كنترولر ثلاثة كل واحد منهم شغال كستاندالون وهي معتمدين مع بعض وبينقلوا الداتا لبعض كل واحد واخد جزء من البروسيس مجموعه سنسور واكتويتر سنسور واكتويتر وبينقل الداتا وبعد كده بينقلها من خيال نتورك بينقلها يمين
السكادا يي سكادا بتاعها صح او السيستم يبيع منه مونيتورنج مظبوط ولا مظبوط لو حصل فيا في واحد منهم هنا الباقيين شغالين ولا يقدروا شغالين ان شاء الله فده ديستريبيوتد كنترول سيستم مظبوط ولا مظبوط طبعا حاليا اي بي سي ممكن يستخدموه كديستريبيوتد كنترول انه بدا ما هنا ده على فكره ده مش بي سي ده كنترولر اندستر كنترولر وبيحصلوا كونفيجريشن ما بيبقى ماكس بيقدر ديجرام ولا بتاع هو مين بيبقى له سوفت وير بتكونفيجر ايه الكومبوننت بتاعته معايا يعني هو ما بيبقى ماكس بنفسه يغطى البي سي معايا في الديستريبيوتد كنترول سيستم تمام طبعا ممكن اعمل نفس يبقى اعمله ديستريبيوت كنترول سيستم بي سي حاليا ممكن بيعمله كده ان هو يحط هنا بي سي وهنا بي سي ويكومينيكيت مع بعض ويبقى بيكويكت الداتا ويبعتها بعد كده اسكادا وهكذا تمام طيب ايه الفرق ما بين يبقى الفرق ما بين البي سي واسكادا زمان يعني دلوقتي ممكن البي سي يستخدم كذا واحد ان كان البي سي هو سنجل بي سي وبالتالي كان معارض ان يحصل سنجل ايه بوينت فير اما اي ديستريبيوتد كنترول سيستم بيبقى عندي ديستريبيوتد بيبقى انديفيدوال كنترولرز كل كنترولر بي كوميونيكيت او بي كنترول بارت اوف السيستم تاني حاجه لغه البرمجه ما بينهم مختلفه او مش لغه البرمجه من البي سي بيبقى له لغات برمجه هي لغات بتاعت يداي وسيكونس اوف فانكشن سارت وهكذا اما الديستريبيوتد كنترول سيستم بيكون كونفيجريشن بمعنى هي اندستريال كنترول موجوده وانا بكونفيجر اندستريال كنترول دي انها تشتغل مع ايه مع السيستم بتاعي احد الفروقات كمان اللي موجوده ما بين الاثنين هي الهيستوري بتاعهم البي سي الهيستوري بتاعته جايه من اليوزك دايجرام اليوزك طبعا اتكلمنا عن ايه يوزك والهارد وايرد ايه يوزك والكلام ده كله صح؟ مظبوط والبي سي كانت في الاساس مش معموله انها تتعامل مع الانالوج هي بعد كده بدا يضاف انالوج مديول والكلام ده كله لكن هي ما كانتش معموله انها تتعامل مع ايه؟ الانالوج لا محتاجه ادابترز اما الديستريبيوتد كنترول سيستم هي كانت مبنيه على اندستريال كنترول ومني النيوماتيك اندستريال كنترول مش فاكرين في محاضره اعتقد من اسبوعين ثلاثه لما جينا بنتكلم كده على الهيستوري بتاعه الاوتوميشن كانوا زمان بيتحكم في البروسيس وبينقل الداتا عن طريق اشارات هواء مظبوط وانه كان مزبوط. ممكن يعمل بي اي دي كنترول الكلام ده اعتقدوه في كورس الكنترول ان انا ممكن بميكانيكال كومبوننت او بنيوماتيك كومبوننت او هيدروليك كومبوننت اعمل بي اي دي اعمل كنترولر ف الباك جراوند بتاع الديستريبيوتد كنترول سيستم هي كونتينوس كنترولر مني كانت النيوماتيك تمام وبالتالي الديستريبيوتد كنترول سيستم الدي سي اس هي عباره عن بلاتفورم فور ذا اوتوميتد كنترول اند اوبريشن اوف اندستريال بروسيس او بلانت تمام الدي سي اس الديستريبيوتد كنترول سيستم هي مني بتستعمل يوكاي اي نتورك هي يان تو انتركونكت يعني بتكونكت سنسورز مع اكتويتورز My operator terminals هي process تمام وزي ما قلت لك ان هو الدي سي اس هي يعتبر ريبريسمنت مين هي انالوج والنيوماتيك كنترولر الدي سي اس في اساس اول ما ظهرت
كانت ريبليسمنت اي انا يوجو النيوماتيك كونتور. اما البي اي سي اما ظهر كان ريبليسمنت مين؟ يوجيك يوجيك اي يوجيك دايجرامز صح يا مظبوط. يعني بالتالي الاوريجن بتاع دغري ده ادي شكل دي سي اس سيستمز وادي الشاشات بتاعت دي سي اس وبيبتدي يكونكت ويعرض وعتاي عامل برضه قريب جدا من الاسكادا. اوكي بس من ايه الدي سي اس والبي سي هما اللي بيتقارنوا مع بعض يعني ده كنترول وده كنترول. اوكي الدي سي اس مني عتايه هو اكتر اتصالا مع اي بروسيس اي مني اغلب حاجاتها بتبقى انالوج وبتبقى لارج كونتينوس بروسيس. يعني الدي سي اس هي اكتر اتصال مع البروسيس الكبيره. يعني البروسيس الكبيره ما ينفعش ان انا بي سي واحد هو يستخدمه لازم مجموعه. وبالتالي في الحاله دي اما بيروح لمجموعه بيفضل ان هو يستخدم الدي سي اس وان كان حقيقيا بداوا يحاولوا يستخدموا البي سي في نفس الكونسبت يعملوا بي دي سي اس. يبقى البي سي اسكادا ده مني عدد الانبوت اوتبوت او ده الرف يعني ايديا حوالي 3000 انبوت اوتبوت وعدد الانالوج اوتبوت اقل من كام من 20 وعدد الانبوت اوتبوت اقل من 300 وفي البي سي والسكادا يعني بستعمل بي سي وسكادا اما يكون مثلا اي السيستم بتاعي مش كبير قوي وممكن ان انا يحتاج بس في عمليه السكادا ومونيتورنج والسوبرفايزنج ممكن اوبريتور او اتنين بس. تمام اوكي اما البي سي او الدي سي اس بختار ما بينهم بيزد على ايه؟ بيزد على السايز بتاع البروسيس بتاعتي. كل ما السايز كبر هروح للدي سي اس. سايز كعدد انبوت اوتبوت تمام؟ هاي في احتماليه ان انا يحصل اكستنشن بعد كده لو هيحصل اكستنشن والكلام ده كله هيروح اكسبانشن اسف هيروح للدي سي اس. تمام؟ هاي محتاج استعمل ادفانسد كنترولر وعدد الكنترولر الاندستريال كنترولر بتكلم عن اندستريال كنترولر اندستريال كنترولرز هي مني عتيها هي علاقه بالبي اي دي كنترولر معايا او الادفانسد كنترولرز على اي يروح للدي سي اس. الحاجات دي موجوده في البي سي بس بتبقى باعداد قليله ما اقدرش استعملها مع حاجات اعداد تكون ضخمه. اوكي الدي سي اس بقى مين يعتاد استخداماته مع بروسيس الانبوت اوتبوت فيها اكبر من كام؟ 2000 وعدد الانالوج اوتبوت اكبر من كام؟ من 200 في حين ان هنا عدد الانالوج اوتبوت في بي سي وبتاع يعني اقل من ايه؟ يعني انا حتى اما هضيف انالوج اوتبوت في بي سي والكلام ده كله مش هقدر اضيف عدد ضخم. عندي multiple controllers continuous controller و BID controller وهكذا محتاج اعمل expansion او في techniques في controller more advanced عن BID. في BEC فيها imitation لكن في DCS هقدر استخدمه. فهذه مقارنة ما بين BEC و DCS. دايما الاسكادا هتلاقيه بيجي مع البي اي سي. الدي سي اس بيبقى جواه الاسكادا سيستم بتاعه هو لانه بيتعامل مع عدد ضخم جدا. معايا الدي سي اس هتلاقي فيه الكنترول مع الجزء الخاص بالمونيتنج بتاعه. من ناحيه الريسبونس هيلاقي ان البي اي سي اسرع. البي اي سي كان ريسبوند تو تشينج within 1/10 of second. معايا؟ اما الدي سي اس هو ابطا شويه من البي سي. الريسبونس بتاعه ممكن يوصل 30 ملي سكند. الانبوت اوتبوت كاباسيتي
مين هي اكبر الدي سي اس ولا البي اي سي؟ البي اي سي كان كابابل اوف هاندلنج فيو هاندرد اوف انبوت اوتبوت، لكن الدي سي اس كان بيقدر يهاندل كام ثاوزندز اوف انبوت اوتبوت معايا، ويقدر يتعامل مع ثاوزند من الانالوج انبوت اوتبوت والبي اي دي فانكشن. لكن البي اي سي وانا جاي في انالوج انبوت موديول و حطيت فيهم بي اي دي ما اقدرش استعمل عدد كبير، هو ليميتد نمبر. تمام، من ناحيه الريدندنسي او خلينا نتكلم هنا يوزك ديفلوبمنت، من ناحيه البروجرامنج البي اي سي برمجه بلغات البرمجه بتاعته الخمسه احنا عارفينها، اما الدي سي اس، الدي سي اس ما برمجوش، هو في بيت ان كنترولر فانكشن جايه فيه، انا مجرد بعمل كونفيجريشن على حسب الابلكيشن. يعني لما تاخد كورس الكنترولر مثلا في معمل تمبريتشر كنترولر موجود جاهز، تمبريتشر كنترولر ده جاي بوصل عليه بالسنسور، بوصل عليه الثيرموكابل، بوصل عليه الهيتر السخان، و كل انا بعمله بخص على السوفت وير بتاعه وبكونفيجر نوع السنسور، الرينج بتاع السنسور، الرينج بتاع درجه الحراره بيقيسها، بكونفيجر الماكسيمم تمبريتشر، بكونفيجر مش عارف كذا، بتيون البارامتر بتاعت البي اي دي بس وخلاص. يعني انا كل عملته ايه كونفيجريشن البارامتر بتاعته. الدي سي اس كده هو اندستريال كنترولرز جايه فيها بيت ان فانكشن، انا بكونفيجر الفانكشن دي بيز على ابلكيشن. تمام، عمليه الريدندنسي يعني ايه الريدندنسي؟ احنا زي ما اتفقنا ان البي سي هو سنجل مديول صح، وبالتالي لو حصل فيلر الفيلر ده ايه خلاص وقف الدنيا. طب ما انا ممكن ازود كذا بي سي وازود كذا في هاردوير واخلي في حاجات ريدندنت. يعني ايه كلمه ريدندنت؟ زياده، يعني ضفت اديشنال هاردوير علشان ما يحصلش سنجل بوينت فيلر. بس في الحاله دي التكلفه انا خلاص اقدر احول بي سي يبقى فيه ريدندنسي، بس في الحاله دي انا رفعت التكلفه وهتبقى اغلى من الدي سي اس. الريدندنسي في الدي سي اس الكونسيبت بتاع الديستريبيوت كنترول سيستم هو ميني انديفيدوال كنترول، فبالتالي الريدندنسي از ديفولت فيتشر في الدي سي اس. الاركتيتشر بتاع البي اي سي والدي سي اس مختلفين معايا؟ اوكي، البي سي هيقيه هو سيمبل ابسط وعنده فيكسبل اركتكتشر. تمام، وعنده فيكسبيلتي في انبوت اوتبوت مديول، واقدر اضيف هيومن ماشين انترفيس والكلام ده كله. لكن الدي سي اس هو جاي معاه كنترولر والانبوت اوتبوت بتاعته تقريبا ثابته والداتا بيز سيرفر بتاعته، يعني هتلاقي كل واحد منهم ليه مميزات وعيوب. بس الدي سي اس في السيستم الكبير جدا هتبقى يروحوا للدي سي اس معايا كده يا جماعه. هتلاقي ان الدي سي اس هو مناسب اكتر للسيستم الكبير والسيستم المور كومبلكس، مور كومبلكس بروسيس، هي خصوصا البروسيس اللي بتريكواير ادفانسد بروسيس كنترول كابابيلتي. اوكي، طبعا من ناحيه التكلفه البي اي سي ك1 مديول دي سي اس، البي اي سي ارخص من الدي سي اس. تمام، ده مرخص كده اهوت ما بين الفرق ما بين البي اي سي والدي سي اس. يبقى قارن البي اي سي والدي سي اس، يعني البي اي سي السكاله بتبقى معاه. تمام، والبي اي سي والدي سي اس هو يعتبر كنترولر، بس الدي سي اس بياخد ايه يعني كمان في كابابيلتي ان هو بيقدر يعمل مونيتنج وكده.
اي بي اي سي كان بداية ظهوره في الستينات، اما الدي سي اس ظهر في السبعينات. اي بي اي سي كان ريبليسمنت يوزك اي او الكترو ميكانيكا اي، اما الدي سي اس كان ريبليسمنت النيوماتيك كنترول والسنجل لوب كنترول. السيستم ديزاين اي بي اي سي ميني كان في اول بيتعامل مع ديجيتال انبوت اوتبوت، وبعد كده بدأت تتعمل مديوز وبدأ يضيف مديوز أنالوج ومديوز تانية. أما الدي سي اس هو في أساس معمول ديزاين عشان يتعامل مع إيه؟ مع أنالوج إنبوت أوتبوت، أو بعد كده ممكن بدأوا يضيفوا عليه حاجات تتعامل مع الديجيتال إنبوت أوتبوت. لكن بص كده طبيعة ده وطبيعة ده في البداية، ده كان معمول عشان الأنالوج، ده معمول عشان الديجيتال، ده ريبليسمنت إيه اي كونتينيوس كلوز لوب كنترول والنيوماتيك كنترول، ده كان ريبليسمنت اي يوجيك الكترو ميكانيكال في اي. الريدندنسي هي بيت ان في الدي سي اس، اما هنا يا ده انا محتاج اعيد تصميم السيستم واضيف كذا بي سي وابتدي اعمل كوميونيكيشن ما بينهم وعشان يسمح بالكلام ده كله. الانجينيرنج مايند سيت هنا الـ ABC بابا مجو، لكن الـ DCS لا ما بابا مجوش، هو جاي من برمج جاهز. لكن أنا بخص أعمل configuration للبرامتر بتاعته والفانكشن بتاعته كأني بظبطه. الـ Self-Tuning Support إنه يوحده أوتوماتيك يعمل Self-Tune ويزبط نفسه يكونترولر. الـ ABC مفهوش الكبابات دي، لكن الـ DCS فيه. يعني هتيجي تبص اندستريال كنترول اللي هو بتاع التمبريتشر، يعني هتيجي في المعمل عندنا مثلا ده فيه زرار، اما بوصل جوه البروسيس وبوصل فيه الثيرموكابل ووصل بيه هيتر وادوس عليه كده لمده 5 ثواني واسيبه، تلاقي لمبه مكتوب عليها اي تي اختصار اوتو تيون، تروح تفضل تنور وتطفي تنور وتطفي ويقعد يعمل تيونينج لوحده ويظبط البرامتر بتاعته لوحده. معاك يا جماعة؟ طبعا الـ ABC execution response أسرع، يعني بياخد من 10 إلى 100 ملي سكند، أما الـ DCS هو أبطأ. معاك يا جماعة؟ الـ BID functional block، يعني أنا يعني من الـ BID هي يعني أقدر يعمل closed loop control قد إيه؟ الـ ABC هو limited number، فأقدرش أعمل عدد كبير جدا من الـ BID function جوه الـ BEC الواحد، لكن الـ DCS أقدر أعمل multiple loop وأقدر أستخدم عدد كبير. الـ size بتاع الـ BEC compact، أما الـ size بتاع الـ DCS هو كبير، التكلفة الـ DCS أعلى بكتير من الـ BEC. DCS دي محطات بتاعة توريد كهرباء، محطة توريد كهرباء. هتلاقي الدي سي اس محطات توريد الكهرباء الكبيرة بيبقى فيها دي سي اس، لأن عدد الانبوت اوتبوت اللي بيعملوا مونيتورنج وبني بيتعامل مع بروسيس وبيتعامل مع فاريبل كتير جدا انالوج اوتبوت، ومحتاج يعمل بي اي دي كنترول ويستخدم ادفانسد كنترول تكنيكس، فهتلاقي الدي سي اس هو مناسب للموضوع ده اكتر. وبالتالي زي ما احنا قلنا الـ DCS هو مرتبط اكتر بايه؟ بالـ Closed Loop Control، بالـ BID، بالـ Advanced Control Technique، بالـ Analog Continuous Control Loop، مرتبط بالـ Pneumatic في البداية. وبالتالي هتلاقينا تاني قاعد بعيد وفكرك بالـ Closed Loop Control System. طبعا كلنا بقينا أساتذة الشكل ده، صح يا جماعة؟ مظبوط. بيخص set point، وادي البروسيس انا عاوز اعمل عليها كنترول، البروسيس بيأثر عليها هنا ايه؟ ده يعتبر ايه يا جماعة؟ لو انتوا فاكرين. Disturbance. Disturbance، صح. Unit change ده يعتبر disturbance. Disturbance.
بيطلع هنا كنترول فيابل، يعني عاوز حاجه انا عاوز اتحكم فيها اسها عن طريق سنسور ونقايها في غايه الكنترول، بيقاين النتيجه بتاعت السيت بوينت بقايه السنسور ويبتدي ياخد كنترول اكشن. ابسط نوع من انواع الكنترول ده قلنا بي اي دي كنترول، لكن ممكن في ادفانسد كنترول تكنيكس. الدي سي اس بتساعد ان انا ممكن استخدم التكنيكس الثانيه من الصوت بي اي دي، يخرج على الفاينل كنترول ايمنت بخرجي هنا مانيبيوليتد فاريبل اللي هو الكنترول اكشن بتاعي ده، هو بيسميه كنترول اكشن او مانيبيوليتد فاريبل. تبتدي تحكمي في البروسيس. يعني لو انا جيت كده اهو، ده اندستريال كنترولر اللي قدامنا ده، ده هنا عاوز يتحكم في البروسيس، فالبروسيس موجوده هنا ادي البروسيس بتاعتنا. فالبروسيس ديت عاوز يتحكم في ويكون كميه الفيوري بتعدي جوه، عاوز يتحكم في درجه حراره واطيفه. ففي فيو داخل هنا وهنا حاطط ايه؟ سنسور ده بيقيس الفيو مثلا، وعاوز يتحكم في كميه الفيو اي في البروسيس، فحاطط هنا فالف في الاوتبوت. الفالف ده شغال هنا بايه؟ بدايفرام، بياخد الكتريكال سيجنال، ممكن يكون بقى في موتور بيشغله دايفرام، دايفرام ده شغال بضغط هواء وات ايفر، يعني مش فارقه معايا. وده الاندستريال كنترول، ده كنترول بيتباع. الاندستريال كنترول ده هتلاقي فيه شويه ايه؟ فيابلز بتظبطها. بدل ما اعمل كونفيجريشن، هي اولا هنا بيظهر لي مثلا درجه اف يو، قيمه الاكشوال، قيمه السيت بوينت بتاعتي، انا بدخله السيت بوينت فبتظهر قدامي على الشاشه. قيمه اف يو الفعليه هتظهر قدام مني. وفي الزراير دي بخص سيت اب، اخص اظبط نوع السنسور، الرينج بتاع السنسور عشان يعرفه، اظبط البارامتر دي. لكن هاي بعمل حاجه تانية، هاي ببرمج الكنترول ده، الكنترول ده جاي متبرمج جاهز، انا بظبط بس بعض الفاريبل بيز دعاية السيت بوينت اللي انا عاوزها. انا بدخله السيت بوينت وبظبط اعمل كونفيجريشن البارامتر بتاعته وابتدي اعمله ران، يبتدي الو يا دكتور الصوت قطع بس الفتره، هو الصوت قطع، النت وحش معلش. طيب نرجع تاني بقى، فبقول لك هنا ده الكنترول دوت انا ما بمرجوش، ده هو جاي متبرمج في الكنترول بتاعه سواء بي اي دي او وات ايفر هو ايه، وبدخله السيت بوينت وبدخله الفيدباك، وهو بيبتدي يطبق الكنترول الجوريزم الموجود فيه ويطلع الاوتبوت. التمبريتشر كنترول اللي هو في المعمى عندنا حاجه بالشكل دوت، قريب من الشكل ده. شايفين الشاشه؟ تمبريتشر دي كنترول، شايف ده؟ وده على فكره موجود في، شايفيني في الصوره ده يا جماعه؟ شايفينك. ده على فكره في، انتوا فاكرين عارفين ورشه الفورمنج المكبس اللي كان موجود هناك وبتاع؟ في كنترول جاكبه هناك على بعض المكابس عشان كانوا بيسخنوا وبيعملوا. لو بصيت الكنترول ده هتلاقي هنا كاتب لك بي في، بي في و اس في. اس في اختصار ايه؟ خمن كده. فاليو.
ايه السيت فاليو السيت فاليو والبي في بروسيس فاليو اللي هي جايه من السنسور هي جايه من السنسور وبوصل السنسور بتاعي بخص هنا في المود اخص اختار نوع الثيرموكابل انتوا خدتوا كورس ميزر السنه اللي فاتت صح واعتقد خدتوا في انواع الثيرموكابل وخدتوا ان في حاجه اسمها كي تايب جي تايب مش عارف كذا الحاجات دي كلها مظبوط مظبوط اخص هنا اختار نوع الثيرموكابل واختار الرينج بتاع التمبريتشر بتاعه معايا من جوه هنا وشايف الزوار بتاع اي تي ده اوتو تيونينج اروح دايس عليه كام ثانيه وهو راح يظبط نفسه وعامل تيوني نفسه معايا ده اندستريال كنترول ده مش دي سي اس انا بكلمك ان الدي سي اس هو مبني على نفس الكونسبت ده بس ده اندستريال كنترول واضح تمام فهو احنا بنشرح دلوقتي الكونسبت بتاع الدي سي اس بيشتغل ازاي اوكي اتفهم دي يا جماعه فيبقى هنا ادي البروسيس بتاعتنا وادي فاينل كنترول ايمنت الفاينل كنترول ايمنت هنا هو مين والفالف هو الفالف والسنسور معروف هو مين الكنترول هنا بقى ده بالاسمة دي هو مين ادي الكنترول مظبوط كده يا جماعه مظبوط ادي هنا شكل الفالف وادي السنسور اللي بيقيس الفيو تمام ده اندستريال فالف ده واضح كده ان هو من هنا اهوت بيوبريت من هنا وده الكنترولر وواتيفر ده دايفرام اعتقد ده شكله دايفرام دوت طيب نبص هنا على السيستم ده سيستم تانك بيتحكم في دائرة حرارته عن طريق انه بيسخن الهيتر هنا وحاطط هنا السنسور بتاعنا هو مين في المقابل وفي هنا ميكسر بيقيب ده كده بيف في موتور بيف في ديت فبيقيب الفيو دي موجود جوه وهنا بيدخل ميه او ما اعرفش نوع الفيو ده ايه بيدخله عند درجة حرارة T initial وعاوز يخرجها هنا عند درجة حرارة T يعني بيسخنها جوه وبتخرج تمام فده سيستم مظبوط ولا لا السيستم ده عشان اتحكم في درجة الحرارة هتحكم معاها فيها كأنها انايوك بروسيس مظبوط ولا لا كونتينوس بروسيس وبالتالي هيا ان انا لو هستعمل بي اي سي يبقى محتاج بي اي سي في انالوج موديول وفي بي اي دي او ممكن اجيب دي سي اس هيتعامل معاه مظبوط طب تعالى نشوف السيستم ده ادي البروسيس بتاعتنا البروسيس ديت هو برضو بيسخن ميه او فيويد تمام حاطط هنا فالف الفالف ده بيتحكم في كميه الفيو اللي معدي هنا تمام وفي هنا هيتر او واتيفر ده ايه وهنا بيدخل ده الفالف ده بيشتغل باصاله هواء او مش بيدخل هو ده غالبا دايفرام بيدخل هنا الكنترول سيجنال على الكنترول صوت السيجنال بتتحكم في كميه الضغط اللي جاي من الاير كومبريسور على الدايفرام فيتحكم لي فيه قيمه فتح وقفل الضغط وحاطط هنا تمبريتشر سنسور والتمبريتشر سنسور هنا بيعمل لها ديسبلاي بحيث بيعرضها ظاهره قصاد منك وفي كنترولر هنا هو هياخد يعني الاشاره دي ويبعت الكنترول اكشن للجسم بتاعنا ده تمام سيستم زي ده انا ممكن احط هنا ايه ممكن استعمل بي سي او دي سي اس بي سي بس بي سي لازم يكون انالوج انبوت وهقعد ابرمجه والكلام ده دي سي اس هجيبه وهعمل كونفيجريشن واشتغل بيه ده هنا بي اي دي كنترول بس ده ميني ميكانيكا
مش فاكرين لما جيت قلت لكم انه كانوا زمان اي بي اي دي والحاجات ديت كانوا بيعملوها بميكانيكال كومبوننت وبنيوماتيك وبايكتريكال وبالكترونكس، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. فده هنا يا وانا بصيت ده بامب بتضخ فيو، الفيو بيعدي هنا عايز ما يخص هيعمل ايه في الليفل بتاع المايه دي؟ الليفل هيزيد. لما الليفل يزيد الضياع ده يترفع هيعمل ايه في الفالف هنا؟ هيقفل الفالف نسبة حبة صغيرين، فكل ما البتاع ده بيترفع كمية الفيو بيعدي هنا بيحصل ايه؟ تقل لغاية اما ايه؟ يوصل قيمة الليفل اللي انا عاوزه، يعني هتلاقيه طول ما بتاع اما اي وقت ما يوصل الليفل اللي انا عاوزه ويقفل خالص، صح؟ مظبوط. ده كده عامل كنترولر، بس عامل كنترولر بميكانيكال ايلمنت وايه؟ وفالفات. ده هنا ده بي اي دي كنترولر قديم قوي معمول بهواء، ده هنا الخراطيم بتاعت الهواء بتخص على شويه فالفات وعامل بي بي اي دي كنترولر، بس كده قلت لك البي اي دي كنترولر زمان قوي كانوا بيعملوه ميكانيكا او بالنيوماتيك او بايكتيكا. ده هنا بي اي دي كنترولر معمول بايه؟ الكترونيك اوبامب شويه ايكتيكا كومبوننتس باوب امب وشويه ريزيستنس وشويه ايه اندكتورز، صح يا فده بي اي دي كنترولر معمول هاردوير. حاليا البي اي دي عسكره لك الدي سي اس هو ريبريسمنت ايه البي اي دي كنترولر او كنترولر القديمه، بس معمول بايه؟ بسوفت ببروسيسور، هو بروسيسور مظبوطه وهو اوريدي بتخزن فيه نوع الكنترولر، وانا بعمل سيتنج وكونفيجريشن البارامتر بتاعتي. فدايما التراديشنال فيدباك كنترول لوب كان زمان الكنترولر ده كان ممكن يكون نيوماتيك او ميكانيكال او ايه إلكتريكال او هيدروليك، وحقيقياً تم ان هو حصل له ريبليسمنت بايه؟ انه بقى حاجه بيشتغل بمايكرو بروسيسور، صح يا انا ممكن اعمله بالبي سي، بس في الدي سي اس هو مختلف عن البي سي، هو كنترولر زي كنترولر متبرمج انه يقوم بفانكشن معينه، بس في كونفيجريشن بظبطها فيه. هنا كان هنا الكونفيجريشن بظبطها عن طريق ان انا بخش في الزراير اظبط في الدي سي اس، الدي سي اس بقدر اوصله بالكمبيوتر وعن طريق سوفت وير بكونفيجر اي فانكشن بتاعته، معايا؟ تمام. اي هنا ده الدايجرام دوت الاسبوع الجاي هنعرف ازاي بنقراه، دي حاجه اسمها اي بي اند اي دي اللي هو البايبنج اند انسترومنتيشن دايجرام. ده بيبقى مفيد اثناء ما بديزاين بروسيس، معايا؟ من البي اند اي دي ده مناسب جدا للحاجات اللي فيها كيميكال بيترو كيميكال، حاجات اللي خاصه ب صناعة الأدوية، معايا؟ حاجات الخاصة بالأويل أند جاز إندستري الإنسترومنتيشن كلها بيعملها البرزنتيشن بالبايبنج أند إنسترومنتيشن دايجرام، حاجات بتاعة التبييد والتكييف الكلام ده كله. يا يعني أنا عاوزك تبص هنا في كام فالف موجود عندي هنا في السيستم ده؟ أربعة.
ادي واحد ده هنا بيتحكم في ستيم، هنا اتنين تلاتة اربعة دي تاني اربعة. هيلاقي كل واحد في كنترول صح يا في كنترول الفلو بتاعه مظبوط يا مظبوط. هيلاقي ان السيستم دوت يعني لو جينا بصينا هنا السيستم كان موجود ده هنا كان مدخل سيت بوينت واحده وبكنترول كان فالف فالف واحد فده بيبقى سهل ده سنجل لوب صح او زي ما اعتقدوا في الكنترول بنسميه سنجل انبوت سنجل اوت لكن لو بصيت السيستم ده السيستم ده بكنترول فيه مثلا اربع فالفات سؤال التغير في فالف واحد او في فاليبل واحد هل بيأثر على بقيتهم ولا لا هل في انتر اكشن ما بينهم ولا كل واحد شغال لوحده ملوش دعوه بالتاني اظن لا في اظن في انترسكشنز ما بينهم اعتقد في انترسكشن لان يعني كل يوم هنا اما ده يزود كميه الفيوري بيخص هنا ما هيقصي على الفالف ده وهيقصي على الفالف وهو بيقيسه هنا الضغط صح وده هيقصي على اليفي وعلى الفيو فاعتقد بيقصوا على بعض صح يا في انتر اكشن مظبوط مظبوط يبقى انا في الحاله دي مش عاوز سنجل كنترول ده انا عاوز كنترول يقدر يتعامل مع ايه مع الديفرنت انبوت اوتبوت ديت صح يا يعني السيستم ده هو واضح قوي ان هو مالتي اوتبوت طبعا السيستمز ممكن تكون سنجل انبوت سنجل اوتبوت وبنقول عليها سيسو ولو على فكره فتحت في المتياب الكنترول بوكس هتلاقي في سيسو دي موجوده او مالتي انبوت مالتي اوتبوت بيقول عليها ميمو او سنجل انبوت مالتي اوتبوت او مالتي انبوت سنجل اوتبوت وبالتالي الدي الديستريبيوتد كنترول سيستم الدي سي اس من احد مميزاتها انها بتقدر تتعامل مش مع السنجل يو بي سنجل انبوت سنجل اوتبوت بس يا انا كمان اقدر اتعامل مع مالتي انبوت مالتي اوتبوت او حتى السنجل انبوت مالتي اوتبوت او واتيفر. طيب نبص كده اهو شايف قدامك دي شايف ايه شايف ايه هو بيعمل كنترول عن طريق دي كنترول يوم على فكرة دي كنترول يوم في موقع او في مصنع او في ايا كان كنترول يوم هتلاقي فيها ديسبلاي هي فيها سويتشات يعني كأنه بيعمل سوبرفايزنج ومونيترنج في سيستم كامل من خلال السيستم ده بس واضح كده تتخيل كده من الصورة ده كان سيستم زي ده معمول عشان يعمل سوبرفايزنج ويعمل مونيترنج ويعمل ابديتنج الكنترول بارامتر والكلام ده توقع بتاع السيستم ده قديم ولا جديد ده شويه انا شويه حاجات كده اهو بتظهر عقايب فيها لو انت على فكره لو انت كنت بتشوف افلام قديمه فيها غواصات بتاعت الحرب العالميه الاولى والثانيه فتلاقي ان هو قاعد في اوضه كده اهو تحكم وظهر قصاد منه عدادات وظهر حاجات وقاعد عمال يبص والمونيتور صح يا كان في حاجات بتبقى شبه كده مظبوط مظبوط ده كان الوضع في الخمسينات تمام وكان لو انا بصيت شايف ده ك
كان بيطبع التأييق او بيسم مثلا زي السيستم مثلا بتعمل زيازي وبتاع او الكلام ده، يبقى في ورق بيعدي وفي يما وبتقعد ترسم السيجنال وبتقعد تعمل الكلام ده كله ويتيكوت. يعني هنا بكتبك هنا ايه ده بريسر يكوت، ده عمال يسجل الضغط حقيقيا ان عمال يتحرك، اما الضغط يزيد فهيجي الامبليتود بتاعه يزيد ايه وهكذا. ده هنا بيدوس ستارت ستوب، ده موجود في الكنترول روم مش موجود عند المكنه تحت غير ستارت ستوب بتاع المكنه. ده هنا بيشغل كونفير ويوقف كونفير، ده برضو بص كان زمان فاكرين لما جينا اتكلمنا في اسكادا ان انا ببقى قاسم سكيماتيك البروسيس واحط ان عند كل واحده يقول لي انديكيشن قيمه الضغط كام الكلام ده كله. يعني ده مثلا لازم رموز بامب لما نيجي نعرف في حاجه اسمها هي البروسيس فلو دايجرام ان الرموز ده امز بامب، وحاطط هنا شويه ديسبيات تبين الضغط فيو الكلام ده كله وشويه مؤسسات تتحكم فيها ويقسم كده رسومات تقريبيه للبروسيس، وحاطط جنب منها شويه ايه حاجات بيظبط ويعمل سيتنج والكلام ده. دي كنترول روم، كل دي كنترول رومز قديمه تراديشنال. وبالتالي الكومن اندستر كنترولر ممكن يبقى عندي ستاند ايون كنترولر اللي هو يو كنترولر زي بتاع التمبيتشر كنترولر دوت، ده يعتبر ستاند ايون كنترولر موجود وبيباع لغايه دلوقتي وبيستخدم في المصانع. ده بي اي دي والكلام ده كله، فده ستاند ايون كنترولر، ده بيشتغل سينجل انبوت سينجل اوت، بيشتغل كنترول لوب واحده. ممكن استعمل بي اي سي واحط فيه انا موديول واعمل فيه كروز لوب واحط فيه بي اي دي، وممكن استعمل ايه الديستريبيوتد كنترول سيستم. الديستريبيوتد كنترول سيستم بيسمح لي ان انا اتعامل مع ادفانسد كنترول تكنيكس، بيسمح لي ان انا اتعامل مع مالتي انبوت مالتي اوتبوت، بيسمح لي ان انا اعمل حاجات كتير. البي ستاند اون كنترولر ده ما بيمجهوش، هو بيبقى جاي لو انا بتكلم ان هو مش الحاجات القديمه اللي هي ايه شغاله ميكانيكا او نيوماتيك او كده، وحتى الحاجات القديمه ميكانيكا ونيوماتيك والكلام ده كنت انت هي بتيجي بالفانكشن بتاعتها، انا بس كنت بقى ايه بكونفيجر بعض الحاجات. اما في الدي سي اس هو برضو اندستريال كمبيوتر او اندستريال كنترولر بس في بروسيسور بتاعه وهو جاي بيقوم بفانكشن وانا بكونفيجر. اما البي سي انا ببرمجه، او ممكن يكون في انا موديول وفي بي اي دي بس انا ببرمجه يقوم فانكشن وبكتب كود بيضا دايجرام او فانكشن بلوك دايجرام او ستيتمنت تيست او سيكونسر فانكشن تشارت. يبقى انا في ستاند اون كنترولر بيبقى عندي ديسبلاي، ديسبلاي دي بتعرض السيت بوينت وبتعرض اي بروسيس فاريبل، عندي فيه شويه نوبس وشويه بوتنز بكونفيجر اهي كونفيجريشن بوش بوتنز، بكونفيجر اي بارامتر بتاعته، بكونفيجر السنسور هيتركب عليه، بكونفيجر الحاجات كلها عشان يقوم بالوظيفه بتاعته. اوعى تلاقي هنا ارم تيون ستور اللي هو شبه ده موجود عندنا في المعمل دوت، وموجود كمان في وسط الفورمنج. ده سكي تاني ستاند ايون كنترولر، تمام. هتلاقي هنا في نوب بتيفه ممكن اظبطه ان هو يشتغل مانوال او اوتوماتيك، وممكن اظبطه ان هو يشتغل اوبن لوب ولا كلوز لوب وات ايفر. ده الكنترولر بتاع الدي سي اس، ده بيبقى جواه بروسيسور ودوت ميديول. يعني انا الو سامعيني يا جماعه؟
حسيت ان النت فصل معايس. فده هنا ده كنترول ستيشن دي يعتبر مديول جوه الدي سي اس. ده بيبقى جواه كنترول الجوريزم بتاعه. هو مجرد بكونفيجر بس. ممكن يشتغل ممكن اشتغل بيه واحط بتاع اشتغل سنجل يوب سنجل انبوت اوتبوت مالتي انبوت اوتبوت وهكذا. ده بيبقى راكب ازاي؟ بص كده اهو الدي سي اس كنترولر بيبقى حاجه عامله زي كده. ده بيبقى مديول بيخش يركب جوه هنا وبعضه يكومينيكيت ما بين ايه الديفايسز. يعني هتلاقي ده داخل يركب جوه هنا. اوكي كده يا جماعه تمام. فهيلاقي في الدي سي اس ان انا ممكن يكون عندي ده هنا دي كنترول ستيشن. الحته دي احنا سميناها كنترول ستيشن. ممكن يكون عندي اكتر من كنترول ستيشن اضيف كذا كنترول انا عاوزه سبيشال بيربز كنترول. بعض الكنترول تكنيكي ادفانسد مش شرط بي اي ايه بي اي دي بس. ممكن اضيف كنترولز بتاعه بيردنج مانجمنت سيستم. ممكن اضيف كنترول بتاعه حاجات ثانيه. الكنترول ستيشن ديت هو ده في انبوت اوتبوت بكونكت مع الفيد ديفايس هي موجوده في ايفري زيرو. طب الدي سي اس ده بقى ده موجود فين؟ في ايفري 1 وبيكومينيكيت هنا البي سي بيكومينيكيت مع اسكادا. ده هنا اوبريت معكم ايه اوبريتور كونسول يعمل فيجوالايز اعمل ابديت وفي كنترول نتورك. في حته هنا يا جماعه عاوز انبه عليها عدد الكوميونيكيشن بروتوكول في النتورك ما بين اي بي سي والسكادا دي ممكن استخدمها اكتر بكتير جدا من عدد اي كوميونيكيشن بروتوكولز اللي بتستخدم في الدي سي اس. الدي سي اس عدد الكوميونيكيشن بروتوكولز فيها اي شويه من بتاعت البي سي وي ايه ويسكادا. هنا السكي قدامنا ده دي سي اس. عندي هنا دي سي اس سيستم عباره عن مجموعه مديول من كنترولرز بتبقى كونتينوس كنترولر فيها سواء بي اي دي او كونتينوس او ادفانس كنترول تكنيكس بتوصلها بمجموعه انبوت اوتبوت وبعدين بتوصلها ب تعمل مونيتنج عن طريق الكونسول اوبريتور. ده كده الدي سي اس موجود. ده بيستعمل في افراز نمبر سيستم كبير جدا وضخم. هاي ده ببرمجه؟ لا انا بعمله كونفجريشن عشان يقوم بالفانكشن بتاعتي. اوكي كده يا جماعه. ده هنا الدي سي اس ونقي الداتا. نقي الداتا من يفز المختلفة. فهتلاقي هنا ان عندي في ادي هنا الفيد يفي. هتلاقي فيه شوية فالفات شوية سنسورز يتكومينيكيت عن طريق هنا الفيد باس هنا الداتا يي الدي سي اس سيستمز. وبعد كده حاطط هنا يان يوكي اي نتورك بتنقل الداتا ي اي اي الاوبريتور اند انجينيرنج ورك ستيشن. وممكن الحاجات دي لو هو عاوز يوصلها بالانترنت او كده بحيث ان هو يتنقل يفي بتاع انتربرايز والكلام ده كله هو يفي اعلى يفي في اوتوميشن ممكن ينقله وممكن يستعمل اي او تي وهكذا. ده سكي الدي سي اس جوه كنترول باني. ادي الدي سي اس اهي هتلاقي سكي مختلف شويه عن البي سي. هنا داخل انبوت اوتبوت مديول وهنا حاطط برضو هيلاقي عندي في سيركت بريكر وشويه سويتشات وهيلاقي في بلوك تيرمينال.
معاك يا جماعة. دي هنا دي كويا سيستمز بتاعت دي سي اس. دي كويا هنا سيستمز بتاعت دي سي اس. هتلاقي بتستعمل في عامل مونيتورنج مصنع بالكامل او بتاع مش مجرد ايه البي سي بيبقى عسكري اصغر زي ما احنا اتفقنا. ده هنا موقع عندي مجموعة مواقع فيها معدات او فيها الكلام ده كله وعاوز استعمل الدي سي اس تمام. فهتلاقي هنا في كل واحد منهم بيبقى كونكتد هنا مجموعة الاكتويتورز والسنسورز ويبتدي ينقل الداتا وفي نتورك يوكا ايه نتورك تربط كل ده مع بعض. فهنا عندي الكنترولر بتاعي يعني جوه كل واحدة من دي هي في كنترولر فيها انبوت اوتبوت كارد هي فيها الدي سي اس وبيكومينيكيت وبعد كده بينقلها لي ايه الجزء الخاص ب هيعمل فيه مونيتنج هو الخاص بالكنترول روم. فالدي سي اس هو عدد الانبوت اوتبوت اكتر بكتير جدا وهو مني بيستعمل جواها الميديوز بتاعته بيكون اندستر كنترولر مش زي البي اي سي. ده هنا السوفت ويرز هو بيعمل كونفيجريشن دي مش احنا قلت لك ان ان الدي سي اس مختلف عن البي اي سي يعني مش بشغل البرمجه هو انا بكونفيجر. فده هنا السوفت ويرز اللي بتكونفيجر الميديوز. فده هنا ايك ان هو حاطط بي اي دي كنترولر فبيكونفيجر تمام وبيعرف هنا مثلا في فيدباك جاي من الاير كنترولر فبيديفاين. فهنا بيكونفيجر بيعمل يعني الدي سي اس برضو ممكن استعمل جرافيكال كونفيجريشن. ده هنا كونفيجريشن ي برضو دي سي اس سيستم بس ده من سيركت اي اس يوزيك وده هنا من سيركت تانية سيركت داتا تمام. ده هنا فانكشنال بلوك دايجرام بتاع البي اي سي لو انت عاوز تعمل بي اي سي وكده يعني. الدي سي اس في كنترول روم ممكن برضو ان انا زي بي اي سي والكلام ده وزي سكادا ان انا ممكن ابعت داتا وابديت واكويكت داتا من البروسيس واعمل مونيتنج نفس الكلام كده. انا خلصت الكلام اللي كنت عاوز اقوله تمام. ده هنا سكي كنترول روم سنه كام ده؟ 1955. هتلاقي هنا شوية ديسبيه مؤسسات الكلام ده كله ويقعد يتحكم في كل البروسيس من كنترول روم بالشكل ده. بص شكل كنترول روم في الثمانينات كان شكله عامل ازاي؟ شايفه؟ برضه هنا في نوبس والسويتشات وبتاع والكلام ده بس شكله كان متطور شوية عن بتاعت الخمسينات. بص دلوقتي كنترول روم شكله عامل ازاي؟ ودي بتبقى السيستمز الكبيرة بالشكل ده بتبقى دي سي اس شاشات عملاقة ومجموعة شاشات فيها سب سيستم وبمونيتور اي سيستم بالكامل بمونيتور ممكن مجموعة مواقع معايا وعندي اكتر من اوبريتور عشان كده لما جه اياك يسكادا بيبقى 1 او 2 اوبريتور قالك الدي سي اس يا عدد الاوبريتور اكتر. بص كده شوف عندك كام واحد قاعدين عاملين يمونيتور ويبصوا على الستيتس بتاع السيستم والكلام ده كله. دكتور معلش ممكن اسال سؤال؟ هو يعني سوق العمل في مصر مهتم اكتر بدي سي اس ولا بالبي ال سي؟ اي اكتر انتصار في مصر بي سي بس الدي سي اس موجوده في بعض الاماكن معايا محطات توليد الكهرباء الكبيره فيها دي سي اس معايا بس فرص البي ال سي اكتر يعني هو البي سي بقولك اكتر يعني بص انت ما عندكش في مصر حاجات ضخمه كتير انت فاهم قصدي
اوكي مفهوم. وحتى بايا برضه البي اي سي هو اكتر، يعني السيستمز الكبيره او هو ماني مونيتور سيستمز ضخمه او مواقع ضخمه او الكلام ده كله، ما بتبقاش نفس عدد اما بتيجي انت بتعمل كنترول او بتمونيتور على خط انتاج حته مكنه بتاع، فاهم قصدي؟ وبالتالي وانا عندي بلانت، البلانت ده هيلاقي فيه فيد ديفايسز، الفيد ديفايسز هي مجموعه السنسورز والاكتويترز بتكومينيكيت مع الكنترول سيستمز، هي هتبقى الدي سي اس عن طريق كوميونيكيشن بروتوكولز، ويكون هي فيد باس ميديوز، في فيد باس ميديوز بيكومينيكيتوا مع بعض في كنترول. هنا اتفقنا ان في الدي سي اس ما بيعملش بروجرامنج، لكن هو اكتر بيعمل ايه؟ كنترول بلوك كونفيجريشن، بيكونفيجر الكنترولرز عشان تعمل بروسيس كنترول، بيكومينيكيت مع الاوبريتور كونسولز قصدي في وحده في الكنترول روم معايا. اي لو جيت اعمل مقارنه كده ما بين الدي سي اس والبي سي، واحنا اتفقنا ان انا بقول لك الدي سي اس والبي سي بحطهم في نفس الليفل، يا ان الاثنين بيعملوا كنترول كناحيه عدد الانبوت اوتبوت، هيلاقي مين الانبوت اوت بتاعته اكتر. بص كده هو ياسم لي ادي بي سي هنا وادي الديستريبيوتد كنترول سيستم، الديستريبيوتد كنترول سيستم عدد الانبوت اوت فيه بتبقى اكتر بكتير. نفس الكلام عدد الانالوج انبوت والديجيتال انبوت، هيلاقي ان البي سي هو اكتر، هو حتى من اسمه بروجرامبل لوجيك كنترولر. في ممكن اضيف عليه انالوج موديول والكلام ده كله بس ليميتد، فهو البي سي هو اكتر اقرب للديجيتال. اما الدي سي اس في انالوج input output اكتر بكتير من بي سي. لو جيت اتكلم معايا من ناحيه الريسبونس والهاي بيرفورمانس، مين فيهم الاعلى؟ الهاي سبيد من ناحيه سرعته والريسبونس البي سي اصلا. اما لو هتعامل مع الادفانسد هيجريتي كنترول، يعني انا لو بتعامل مع سيستمز في ادفانسد كنترول تكنيكس هروح الدي سي اس، يبقى الدي سي اس هروح مع الادفانسد كنترول تكنيك وما يكون محتاج انالوج انبوت اوتبوت كتير. البي سي هروح واما يكون محتاج اهم عندي هو هاي بيرفورمانس والانالوج انبوت اوتبوت مش كبير قوي، واغلب الانبوت اوتبوت تحت ديجيتال، ممكن يبقى فيه انالوج انبوت اوتبوت بس مش كتير. اوكي خلينا كده هقف لغاية هنا. في اي حد عنده اسئلة؟ مفيش اي اسئلة هنهي المحاضرة كده. اوكي تمام مفيش اسئلة ماشي اوكي.